بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من نمبر 1. منتخب مصر النهارده كان بيلعب منتخب نيجيريا واتغلب بهدف دون مقابل، وتحس انه الماتش عارف لما تيجي تلعب فرقه في دوره رمضانيه فيقول له انا لعبك واسيب لك جون، واحنا كنا بادئين الماتش كده، تحس ان احنا بادئينه كده، يعني اللي هو احنا جامدين قوي لدرجه ان احنا بادئين الماتش مغلوبين جون عادي ما فيش مشكله. يعني اسرع هدف ممكن تشوفه في حياتك في ماتش ودي، وهو الاسرع اكيد في اي لقاءات ما بين مصر وما بين الكاميرون. 7 ثواني بالظبط. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل، اهلا وسهلا جون. حاجه كده بقول لك ايه، بقول لك شغل الفنادق، حاجه اوستيك يعني. طيب خلونا نتكلم الكلام الجد. كلام الجد انه من اول الهدف الاولاني الواحد قلبه اتخلع، قال لك بس انا عن نفسي قلت بقى احنا النهارده هنعد. فالحمد لله ان احنا ما عدناش. طيب واحده واحده كده، وخلونا نتكلم في النقد الفني والرؤيه الفنيه للقاء ده. طبعا النهارده الجزء الثاني كابتن رضا عبد العال موجود معانا ان شاء الله باذن الله. فانا عارف هو هيعمل ايه، يعني انا عارف، بس ما علينا، خلينا اقول اللي انا عايز اقوله قبل ما هو ما يجي، عشان هو هيقول كل اللي انا مش عايز اقوله هو هيبقى عايز يقوله. الماتش ده مش معبر عن اي حاجه. الماتش ده مش معبر عن اي حاجه. احنا الماتشين اللي احنا لعبناهم، واحد قدام النيجر والتاني قدام نيجيريا، بالصلاه على النبي كده، بالصلاه على النبي، ما لهمش اي افاده وما لهمش اي ضرر. يعني انت الماتشين دول شيلهم كده، بص شيل الماتشين دول ومكمله كده الدنيا، مفيش. اللهم مزيد من القلق ومزيد من الارتياب فيما يتعلق بالرؤيه الفنيه لمنتخبنا الوطني، لان احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه. فالفايده اللي احنا كنا منتظرينها هي فايده ليها علاقه باللعيبه اللي ممكن تبقى موجوده مع المنتخب والعناصر اللي بيشوفها الراجل. رؤيه الراجل تحترم، يشوف اللي هو عايز يشوفه، مفيش مشكله. بس مين بقى ظهر؟ هتلاقي اللي ظهر هو اللي كان ظاهر. يعني واحد زي تريزيجيه مثلا. في مكسب كويس حقيقه برضه عشان ما ننساش احمد الشناوي وظهوره بمستوى كويس في ماتش النيجر. حاجات طفيفه جدا جدا هي اللي انت تقدر تقول انه في استفاده. في مقابل حاله قلق كبيره بقت في الشارع الكروي والشارع المصري، الرياضي منه غير الرياضي، لانه منتخب مصر النهارده ما قدمش مردود خالص. يا جماعه احنا الجون بتاع نيجيريا ده، انا لو من فراوده منتخب مصر ابوس واخده في الحضن، لو كل كره انا بروح له واحده كل شوط. الشوط الثاني اداء نسبي اتحسن شويه، انما في الاخر الاداء الكلي لمنتخب مصر مش حلو. ومش حلو له اسباب، ومش حلو لانه طبعا في عناصر كتير جدا جدا لسه اول مره تلعب منتخب مصر. فطبيعي انه ما انت ما تقوليش ان الاسماء دي كلها تبقى موجوده مع المنتخب، فالمنتخب النهارده هيلعب نيجيريا ويقوم واكلها. لا، طبيعي ان احنا نتغلب، والحمد لله ان احنا النهارده ما تعبناش كام جون. حلو، يعني هو جون واحد واكننا ما جاش فينا، يعني جه قبل الماتش مش مشكله. 7 ثواني يعني معديه، لان جون بعد 7 ثواني انت تلعب نيجيريا في نيجيريا، فكويس ان هي معديه على كده. اللي عايز اقوله الماتش ده ما يقلقش الناس وما يخوفش الناس، لانه مش ده القوام اللي احنا بنلعب بيه خالص، ومش دي المجموعه الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها. الاداء مخيب فعلا للامال. المجموعه اللي موجوده كان نفسك يطلع منها اكتر من كده، كان نفسك يطلع منها اكتر من كده. احنا الفايده كان ممكن تبقى اعظم من كده بكتير بالنسبه لمنتخب مصر، كان ممكن الفايده تبقى اعظم من كده بكتير. لكن هل الاداء، وهي دي، هو ده مربط الفرس، هل الاداء ده انت مقتنع بنسبه 100% ان هو ده الاداء الفني اللي هيظهر عليه منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه بالعناصر دي؟ اكيد لا، لان مش هو ده شكل المنتخب ولا ده شكل عناصره الاساسيه اللي موجوده، مع كامل تقديرنا واحترامنا واحساسنا بانهم لاعبين مصريين بذلوا اقصى ما لديهم من مجهود، ولكن مش هو ده الكواليتي اللي انت في النهايه، لا كواليتي الانسجام ولا الكواليتي بتاع اللعيبه اللي انت هتطلع منه النتيجه النهائيه المنتخب مصر قوي يقدر ينافس في بطوله الامم الافريقيه بل وياخدها. فخلينا نبقى منطقيين كده، مش ده منتخب مصر. اقول لك ايه، قال لك تزعل امتى؟ تزعل لو المنتخب ده بيلعب بكامل نجومه بكامل اسمائه، في محمد صلاح بيلعب ناحيه اليمين، وفي راس الحربه بتاعنا الاساسي سواء مروان محسن او كوكا، تقلق لما تلاقي انه محمد صلاح موجود في الملعب وتريزيجيه موجود في الملعب وعبد الله السعيد موجود في الملعب، القوام الاساسي. وبغض النظر عن اختيارات الراجل، انا بقول العناصر الاساسيه اللي موجوده، طارق حامد موجود والنني موجود وموجود حجازي وسعد سمير، وموجود ناحيه اليمين احمد فتحي، وموجود ناحيه الشمال عبد الشافي مثلا، او يعني او حد مكان عبد الشافي على حسب ما يبقى موجود. في الحاله دي اقول لك اقلق يا سيدي،
ده القوام بتاع منتخب مصر، فده قوام منتخب مصر ما يبقاش ماشي بشكل كويس ويحصل عطلة في التوقيت ده، اقول لك ماشي اقلق، لكن ده مش منتخب مصر اكيد، في عناصر كتير جدا احنا مدخلينها لاول مره، عناصر لاول مره بتاخد فرصتها، في حاجه من الاثنين، ودي دايما اراء ووجهات نظر، يا اما ما اديش الفرص دي خالص، ما منحهاش في التوقيت ده عشان ما اتعرضش لنقد او اشوف الفرقه بمستوى اقل من مستواها فقيمها تقييم غير صحيح، او اني كنت من البدايه ابقى يعني عارف كويس ان انا هتحمل ده. واظن ان هو اجري بيفكر كده، انا عارف يا جماعه انا عايز ايه، انا العناصر اللي عايزها وعارفها، والاساسي بتاعها والاساسي بتاعي انا عارفه، بس كل ما في الموضوع هو عايز ينور اتنين تلاتة من اللعيبه، يشوف اماكن تبقى مختلفه، بس في النهايه الراجل هيطلع من القصه دي كلها بنفس المجموعه وبنفس الاسماء، وافتكروا قليل قوي اللعيبه اللي نورت وانت تقدر تعتمد عليها بشكل اساسي في منتخب مصر. شوف بقى يا سيدي، شوف نتائج ماتش النهارده بقى ايه. سيبك انه مثلا بعد 7 ثواني للجون، ده اول فوز لنيجيريا على مصر من 29 سنة. تخيل اخر مرة نيجيريا فازت فيها على مصر كان من سنة 1990. انت متخيل؟ طيب مش كده وبس. لا استنى، انا افتكرت حاجة، هي دي اللقطة بتاعت النشيد الوطني. ارجع 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 بس الصورة اللي فاتت ديت يا استاذ صلاح. النشيد الوطني طبعا انا شفت النهاردة لقطة جبارة. النشيد الوطني لمنتخب مصر لأول مرة النشيد بيتغنى كامل، كان في صوت بيغني النشيد الوطني كامل. فاحنا واخدين على بلادي بآخرنا لك حبي وفؤادي. فالنشيد راح مكمل. عمرو ورده وقع في الأرض مش عارف بقية النشيد إيه. بقية لعيبة منتخب مصر اللي قلب سايلنت مش طبعا نقول إيه يا جماعة؟ يا بلادي عيشي حرة فوق ظهر مش عارف كذا كذا غرة، لا كله غرق في ال وحتى كمان هي الفكرة ليه علاقة بإنه مدى استعداد اللعيبة ومعرفتهم بالنشيد الوطني طول عمر النشيد الوطني لمصر بيقف عند لك حبي وفؤادي، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي كذا كذا كذا. لما كمل النشيد لحد الآخر اللي غرق واللي ما كملش واللي بقى يحرك بقه يقفله وبقت حاجة ما يعلم بها إلا ربنا. المهم دي بس كانت جزئية كنت عايز أعدي عليها كده تماما في موضوع النشيد الوطني. لما نيجي نرجع بقى للمباراة بالعوامل اللي كان موجودة فيها، سواء الأداء، سواء الحر الشديد ودرجة الحرارة، سواء اللعيبة الكتير اللي يعني الأول مرة بتشترك مع منتخب مصر، كل الحاجات دي كلها حطها في العوامل اللي احنا بنتكلم فيها. بص بقى، ده أول فوز لنيجيريا على مصر من 7 مباريات، فازت مصر في 3 وتعادل المنتخب في 3. دي أول هزيمة لمنتخب مصر تحت قيادة أجري، ماشي. ونياتشو اللي هو سجل فينا بعد 7 ثواني سجل هدفه الاول لمنتخب نيجيريا في اول مشاركه اساسيه له، دي مباراته الثانيه دوليا. ده بالنسبه لل يعني نتائج اللقاء ده. طيب على صعيد مهم جدا جدا وبرده تبعات اللقاء ده ومردودها ايه على ماتش القمه، مردودها على ماتش القمه قد يكون غير مبشر بالنسبه لكلا الناديين. ليه بقى؟ تعال نروح للنادي الاهلي. النهارده عمرو السوليه ما كانش موجود في القائمه، الكلام اللي بقولك معلومه، عمرو السوليه ما كانش موجود في القايمه النهارده، صحيح؟ واتقال ان هم بيريحوه، عمرو السوليه عنده رشح في الركبه. عمرو السوليه عنده رشح في الركبه وده كان سبب استبعاده من مباراه او في مباراه نيجيريا. ففكره يلحق او ما يلحقش فيها كلام كتير، وان كان الاكثر الكلام اللي طالع من المنتخب لسه احتماليه ان هو يبقى موجود كبيره. الاجتهادات بتاعتنا الصحفيه واستفساراتنا واسئلتنا والحاجات اللي شبه كده بتقول ان عمرو السوليه احتمالات لحقه للقاء القمه تتضاءل. ماشي كده؟ طيب محمود علاء اخذ واحده في اللقاء في الحاجب، خبطه في الحاجب، هو جرح سطحي فالحمد لله اصابته يمكن نزف دم كتير، لكن الحمد لله حالته مش 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 يعني مش مخيفه ويقدر يكون موجود مع الزمالك في ماتش القمه، يقدر يكون موجود. طارق حامد بحسب كلام المنتخب هو عنده قال لك يعني حس باجهاد فخرج وعنده شد في السمانه، هيتاكدوا اذا الموضوع هيبقى شد او يعني اكتر من كده بشويه، ممكن 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 يبقى في كلام طبي في مساله لحاقه من عدمه. يبقى انت المعطيات اللي خرجت بيها من اللقاء ده متعلقه كمان باصابات اللعيبه هي اللي انا بقولها لحضراتكم عليها دي، عمرو السوليه رشح في الركبه،
بالنسبه لمحمود علاء طبعا الخبطه اللي اخذها في الحاجب، طارق حامد شعر بالاجهاد وبالتالي كان طلب استبداله، بس الكلام اللي جاي من هناك انه طارق جاله شد في السمانه. على كل هيبقى في كشف طبي يعرف بيه منتخب مصر ويقف على كل الامور اللي ليها علاقه بلاعبتنا ان شاء الله باذن الله المصابه واللي حست بالاجهاد واللي واللي واللي، انما كل ده بيلقي بظلاله على الماتش اللي هيبقى يوم 30. تعالوا نشوف مع حضراتكم 90 ثانيه فيها ايه في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله، بعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. عندنا ايه النهارده في نمبر 1؟ عندنا النهارده طبعا ضيف يضيف حضراتكم في حلقتنا الاسبوعيه الكابتن رضا عبد العال. عندنا كلام فني اكيد يخص لقاء اليوم، يخص مباراه مصر ونيجيريا، ومن قبلها كمان النيجر، وكمان اكيد هنتكلم عن ماتش القمه. كابتن رضا عبد العال بقى النهارده هيبقى ايه؟ هيطلع على المسرح يقول اللي انا قلت لك وما قلتلكش، واوحني وما تاوحنيش، واحنا اللي لعبناها واحنا اللي اكلناها واحنا اللي شربناها واحنا اللي عملناها ومش هنخلص. انا كنت بفكر، كنت النهارده كتبت حتى كمان لكابتن رضا نلغي الحلقه بقى عشان عارف ان انا مش هخلص منك النهارده، لكن ما علينا، ربنا يقوينا ان شاء الله باذن الله. هي رؤى وجهات نظر في النهايه يعني، بس اللي انا مقتنع بيه هو اللي انا قلته لحضراتكم عليه. الماتش ده مش معبر عن اي حاجه خالص يا جماعه، والله ما معبر عن اي حاجه خالص. اللقاء ده بفنياته وباللي موجود فيه انت ممكن تبقى قلقان شويه، انما انت متاكد انه مش هو ده القوام اللي هيتلعب بيه. فيعني بالراحه بس خش الموضوع بالعاطفه، والحمد لله الحمد لله ان الماتش خلص كده، لانه الهدف اللي جه بعد 7 ثواني ده انت يعني بكل مقاييس كره القدم، فرقه بتبتدي الماتش خسرانه هتقول انك النهارده هتزعل وهتجيب ناس تزعل، فالحمد لله ان احنا يعني ايه زعلنا نص زعله، كان ممكن والله في الشوط الثاني تريزيجيه يخطف واحده كده وكانت الدنيا تتظبط. طيب اتحاد الكره بيرفض ايقاف مدرب الزمالك قبل مباراه القمه الكابتن ايمن عبد العزيز، وفقا للتقرير اللي خرج بيه الكابتن محمد الحنفي. المدرب قال له حاجه واحده بس، كابتن ايمن عبد العزيز قال له حاجه واحده بس، قال له هشتكيك لربنا. فهشتكيك لربنا ديت ما يعني ما فيهاش حاجه، لا هي سب ولا هي قصف ولا هي يعني تقليل من الحكم ولا تقليل من امكانيه ولا اي حاجه خالص، عشان الموضوع سهل وبسيط جدا، والراجل اتكلم كلمتين وبالتالي مفيش عقوبه للراجل، اكتفوا بس بتغريمه 5000 جنيه. اتحاد الكره بيقول انه لا يجوز لرئيس الزمالك التظلم على قرار احالته للجنه الانضباط. ده قانون بقى اهو، يعني احنا كنا بنتكلم في القانون. المستشار عادل الشرباجي راجل محترم قال لك، وهو رئيس لجنه التظلمات، قال لك لا يجوز لرئيس النادي رئيس نادي الزمالك التظلم على قرار احالته لجنه الانضباط كما تردد، موضحا انه لابد ان تصدر لجنه الانضباط قرارها ضده ثم يقوم رئيس الزمالك بالتظلم على العقوبه. ماشي كده؟ يعني لجنه الانضباط هو يبقى موجود الاول ويروح احالته الى التحقيق، يروح بقى التحقيق، وبعد ما يروح للتحقيق لجنة الانضباط توقع عليه العقوبة، هو بعد ما يتوقع عليه العقوبة يقوم هو يتظلم. قال لك ده المسلك القانوني. يعني انا بتكلم عن خبر قانوني عشان الناس اللي دايما بتتكلم بيبقى عندها اكتر من منحة
انا في الامور اللي شبه كده بتكلم في المنحى القانوني. هو عموما رئيس نادي الزمالك قص الطريق على كل الناس، قال لك انا مش رايح اصلا التحقيق. اللجنه هتصدر قرارها بشان تظلم رئيس الزمالك على ايقافه من قبل لجنه القيم، ده اللي هو القرار اللي كان قبلها، لمده 3 شهور يوم 4 ابريل. يوم 4 ابريل اتحاد الكوره هيعين 2 منسقين امن و2 مراقبين لقمه الاهلي والزمالك، 2 منسقين امنيين و2 مراقبين للقاء دوت. الحاج عامر حسين قال انه ملعب برج العرب ماشي بشكل كويس، وكان اكد معانا الكلام ده امبارح. النهارده منتخب مصر الاولمبي كان بيلعب منتخب هولندا، ماتش يمكن توقف شويه علشان خاطر كان في خبط وضرب وحاجات شبه كده في لقاء من واعتداءات من اللاعبين ولاعبي هولندا. كابتشاو غريب قال استفدنا كتير جدا من معسكر اسبانيا والهزيمه من هولندا امر جيد. هو الراجل بيتكلم على طبيعه، ما تستغربش التصريح يعني، هو بيقول لك انه كويس انه الهزيمه دي بالنسبه لي بتكشف لي جوانب في المنتخب وتوضح لي كمان احنا ماشيين ازاي. وقال انه الاستفاده كانت كبيره جدا من المعسكر، وقال انا وقفت على مجموعه من اللعيبه الاساسيين اللي ما كانوش موجودين ووافقت ان هم ما يكونوش موجودين، زي مثلا صلاح محسن المتواجد مع منتخب مصر، وطاهر طاهر لاعب المقاولين. قال خسرت مثلا واحد زي محمد محمود كان من اللعيبه المميزه عندي، خسروا طبعا بسبب الاصابه. ده جانب من لقاء النهارده اللي جمع ما بين منتخب مصر ومن منتخب هولندا، واحنا كنا كمان لعبنا الكاميرون عفوا امريكا وكنا فزنا عليها بهدفين مقابل هدف. اخبار وتفاصيل من بعد منتخباتنا الوطنيه، تعالوا نروح لاخبار تخص النادي الاهلي ونعرف كواليس المارد الاحمر. طيب تعالوا، احنا معانا على التليفون الاستاذ محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس بعثه مصر في نيجيريا. يا استاذ محمد مساء الفل. حبيبي ابراهيم مساء الفل، حبيبي مساء الفل عليك وعلى برنامجك وعلى كل المشاهدين حبيبي. طيب خلينا اتكلم مع حضرتك، ردود الفعل ايه عندكم هناك بعد الهزيمه من منتخب نيجيريا ورايك ايه؟ والله رايي طبعا الهزيمه يعني ما كناش نتمنى الهزيمه ابدا، ولكن الراجل حب يوقف على كل لعيبته تقريبا. التشكيل بدا بيه تشكيل جديد كله مختلف تماما. لا ده لان هو وجهه نظره ان هو الراجل عينه على بطوله الامم الافريقيه وكاس الامم الافريقيه. خسرنا المباراه، انما انا شايف ان احنا ما كسبنا من وراء اكتر بكتير جدا من خسارتها، وهي ان كل اللعيبه تقريبا اللي جت معانا من مصر كلها لعبت في المباريتين، وده شيء يرجع للمدير الفني بس. احنا كمجلس اداره وكاتحاد كوره ما بنتدخلش في الامور الفنيه. الراجل بيتحال يعني طلبنا منه هو كاس الامم الافريقيه، مش تمثيل مشرف، ولا احنا مطالبين ان احنا نفرح الناس ومطالبين ان احنا ناخد الكاس. والهدف برضه منه من المباريتين دول ان الراجل يوقف على العناصر المهمه اللي هيلعب بيها في كاس الامم الافريقيه وربنا يوفقه ان شاء الله. طب انت احساسك ايه يا استاذ محمد؟ يعني احساس حضرتك ايه وانت قريب من المنتخب؟ هل استفدنا باللقاءين دولت، ولا من وجهه نظرك شايف انه ما انتجولناش جديد؟ والله بأمانة شديدة أنا واحد من الناس اللي ما بحبش الخسارة وبكرهها جدا، يعني بيجيني يعني اكتئاب لما بخسر مباراة، ولكن أنا شايف إن الراجل لوجهة نظر إنه يجرب كل الناس. المعسكر أنا يعني شايف إن المعسكر نجح بنسبة كبيرة جدا وأدى الأهداف المرجوة منه. إحنا مش جايين نكسب، إحنا جايين نحتك والراجل يحط على إيده على أفضل عناصر شارك بيها. وانا شفت كده يعني، انا حتى النهارده زي كل الناس فوجئنا بالتشكيل ان هو تشكيل متغير خالص على المباراه اللي فاتت. وحتى انا يعني لو انا عليا انا كنت يعني لو انا ليا كلام هقول له والله يعني نجرب ونكسب الاثنين، انما هو وجهه نظره ان هو جرب كل اللعيبه. وانا عن نفسي بحترمها جدا. اما عن المعسكر فالمعسكر يعني بسم الله ما شاء الله ماشي زي الساعه، تقريبا اول يوم ملتزمه تماما. طبعا الاصابه بتاعت محمود علاء وطارق حامد. محمود علاء وحامد انا شايف انه ان شاء الله ما فيش مشكله، وان شاء الله هنلحق مباراه الزمالك. محمود علاء هياخد غرزتين او حاجه زي كده بسيطه، ما فيش حاجه نافذه يعني، كلها سطحيه.
وطارق حامد برضو عنده شد بسيط في عضلة السمانة، وإن شاء الله برضو يلحق المباراة نشوفه، وإن شاء الله يكون كويس. السلية عنده، السلية على حسب معرفنا برضو عنده رشح في الركبة، التعليمات الطبية إيه؟ يلحق يكون موجود في ماتش القمة ولا صعب؟ أنا باخد المعلومة بصفة حضرتك رئيس للبعثة. والله يعني ما عنديش فكره عن مساله السليه، ما اعتقدش ان هو يعني في حاجه ممكن تعوقه عن القمه، ولكن اللي انا متاكد منه الولاد اللي تعوروا في الماتش النهارده اللي طلعوا هم اللي انا كنت مهتم ان هم اطمن عليهم وعن مدى اصابتهم، وانا مطمئن تماما ان شاء الله ان هم كويسين ان شاء الله وبنسبه كبيره. يعني حضرتك كنت بتقول لي ان احنا اتفقنا مع اجري مش على التمثيل المشرف في بطوله الامم الافريقيه، اتفقنا على انه نفوز ببطوله الامم الافريقيه، وهنا السؤال احنا اللي اتفقناش احنا بنطالب بكاس الامم الافريقيه، نطالب بنطالب اجري بكاس الامم الافريقيه ومش حاجه تاني. فعشان كده انا شايف الراجل يعني زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت بتمنى المكسب، ولكن برضه الاستفاده من تجربه كل اللاعبين اعتقد ان هو كان جانب الصواب فيها، وان الاستفاده من المعسكر افضل من المكسب اليوم. طيب ده شيء عظيم. هو السؤال اخر سؤال بقى في الجزئيه ديت، هل بقاء الراجل مقترن بفوزنا ان شاء الله باذن الله ببطوله الامم الافريقيه ولا غير مقترن بالموضوع ده؟ اكيد طبعا لما ان شاء الله لو كسبنا وخدنا كاس الامم الافريقيه مفيش مباراه ان الراجل يمشي، اكيد هيكمل لكاس العالم ان شاء الله، وده حاجه يعني مش محتاجه يعني اجتهاد شخصي مني. طيب بالنسبه بقى للعيبه المحترفه هترجع امتى لفرقها، وهل هترجع على مصر معاكم على نفس الطياره ولا راجعين كل واحد منهم على يعني على بلده او على بلد المحترف فيها؟ لا يا ابراهيم ان شاء الله الطياره بكره الساعه 8 وربع صباحا هتتحرك ان شاء الله من نيجيريا، ومحتمل ان هي ان شاء الله تاخد 6 ساعات 9 بتوقيت القاهره ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا ينعم المولى على الساعه 3 البعثه بالكامل ان شاء الله نكون في القاهره ان شاء الله، ربنا يوصلنا كله البعثه بالسلامه ان شاء الله، توصلوا بالف سلامه. انا بشكرك يا استاذ محمد، والله ببقى سعيد بكل مداخله معاك حبيبي يا ابراهيم. خدوا يا جماعه، بتقفلوا ليه؟ بتقطعوا المكالمه ليه يا جماعه؟ تسيبوا الراجل بيكلمني. يا تتخيل انت بتكلم واحد في التليفون، اي واحد بيتكلم واحد في التليفون بتقفل في وشه سماعه التليفون، تسيبوني اكمل المكالمه، الراجل لسه بنتكلم مع بعض، مش جايز يمكن كان يطلع سؤال ولا اجابه. بتحجروا عليا ليه؟ اخبار وتفاصيل مهمه في النادي الاهلي تعالوا نعرفها بعد الفاصل السريع اللي جاي ده، يلا بينا. طيب تعالوا نبتدي مع حضراتكم اخبار وتفاصيل مهمه في النادي الاهلي، نستعرض مع حضراتكم التقرير ده واللي اتكلم فيه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ مهند مجدي على هامش المؤتمر اللي كان عقده النادي الاهلي بالامس فيما يتعلق بالمعرض الدولي الرياضي للادوات والمنتجات الرياضيه. نتابع مع حضراتكم وبعدين نبتدي كلامنا عن اخبار وتفاصيل مهمه النهارده في القلعه الحمراء. الحمد لله، ده استمرار للدور المجتمعي والاقتصادي اللي النادي الاهلي بدا يقوم بيه.
احنا في الاصل نادي رياضي زي ما كان بيتكلم كابتن محمود الخطيب، وفي نفس الوقت الدور ان احنا ناخد من الاعباء اللي على الدوله في حاجات كتيره قوي، ده دورنا. وفي نفس الوقت المساهمه المجتمعيه، الدور المجتمعي في حاجات كتير. احنا لسه كان من يومين كان موجود معانا الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، كنا بنتكلم في بنك المعرفه والتوأمه وبروتوكول بين النادي الاهلي ووزاره التربيه والتعليم، بنتكلم على المعرض اللي كنا موجودين في المؤتمر بتاعه من شويه مع معالي الوزير اشرف صبحي. الحمد لله كل ده بيؤكد ان ملفات كتير قوي شغالين فيها، وفي نفس الوقت بتساعد الدور التنموي للدوله والدور المجتمعي في نفس الوقت. وبراند النادي الاهلي وجوده في اي مكان بيدي له ثقل، بيدي ثقل للمكان ده وللمعرض ده، فبالتالي زي ما احنا بنقول برضه هتساهم في حاجات اكتر وافضل، ان احنا نبدا نشجع المنتج المحلي. ده يعني دخول المنتج المحلي والتصنيع المحلي في الحاجات الرياضيه مهم جدا، بجوده طبعا ان شاء الله يكون جودتها عاليه، بحيث ان احنا يبقى في دخل افضل للبلد، وبتقتصد في حاجات كتير قوي من النفقات اللي ممكن تحصل بلا اي داعي. وفي نفس الوقت في النهايه انت اللي ليك الثقل كبلد وكصناعه محليه من قديم الازل في الحاجات الرياضيه. طبعا هو ده الدور اللي النادي الاهلي شايفه دايما، ومجلس ادارته شايفه ان هو ليه، ان هو مش مجرد نادي رياضي بينمي دور البطوله في ابنائه منذ الصغر، لا كمان له دور مجتمعي وعليه العبء ده، وواجب وحق للمجتمع. موضوع المعارض الرياضية والدولية ده حدث احنا كنا شايفين ان وجود النادي الاهلي فيه هيضفي نوع من انواع المصداقية، وهيخلي الموضوع يستقطب جزء كبير جدا من الشركات دي الاجنبية والمحلية. لنا اهداف كتير جدا في المشاركة في الايفنت ده، منها طبعا دور مجتمعي بان احنا بنساعد مع وزارة الشباب والرياضة اللي هي بتتبنى فكرة المعارض، وبتتمنى ان يبقى في معرض رياضي دولي سنوي ثابت في معاد معين يستقطب كل الشركات، لان مصر دلوقتي مجال الاستثمار فيها مفتوح وكل الدول عينها علينا انها تستثمر. كمان نلقي الضوء على كل الشركات غير الاجنبيه كمان المحليه اللي هي عندها منتج قوي جدا بس ما عندهاش الفرصه انها يتحط عليها التغطيه الاعلاميه المطلوبه، وكمان بنوصل او بندي فرصه للكثير من الهيئات والانديه العامه والخاصه والاتحادات الرياضيه انها تلاقي ضلتها في مكان واحد في فتره معينه. فدي من هنا جت الفكره وكدور نادي الاهلي في المشاركه في حدث زي ده. طبعا مش عايز اقول لك من بمجرد ان النادي الاهلي اعلن ان هو الشريك الاستراتيجي في معرض زي ده، ردود الفعل من خلال اصحاب الشركات كلهم كانوا موجودين النهارده ومن قبل كده. انت عارف ان عضويه النادي الاهلي عضويه العامه وفي العضويات الفروع، ممكن تكون المبالغ دي طبعا عضويه النادي الاهلي دلوقتي بقت يعني رقم كبير جدا طبعا نتيجه ده قرار جمعيه عموميه طبعا، ونتيجه ان النادي الاهلي بقى سلعه او حلم كبير للناس، لازم طبعا عضوته ما تقلش عن الرقم اللي موجود ده. فاحنا هيبقى موجود في الثلاث ايام للمعرض تسهيلات تساعد الناس انها تقدر تشترك في عضويه النادي الاهلي، لان يعني طبعا الناس عارفه ان ما نقدرش تتغير الارقام لان دي بتبقى موافقه الجهه الاداريه وموافقه الجمعيه العموميه، لكن نقدر ان يبقى في تسهيلات بحيث انه قطاع كبير جدا من الناس اللي بتحلم انها تبقى اعضاء للنادي الاهلي هيلاقوا فرصه في الثلاث ايام دول ان هم يبقوا اعضاء في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب عراقي وافهم انه الراجل ماشي يبقى له لقطه تحطها له ماشي، انما درويش لو ما طلعش قدام الكاميرا يتحرق يا جماعه. مش كده مش كده يا اخوانا، انت كترت في حياتي يا احمد كده، انت حبيت بتطلع لي في التقرير يا حبيبي، ده زياده عن اللزوم. ماشي، لاسارتي بيعقد جلسات منفرده مع المرشحين للتشكيله الاساسيه امام الزمالك. الاسماء اللي هقولها لحضراتكم ديت الراجل يمكن اتكلم مع كل واحد منهم على حده، اذا كان سعد سمير ومحمد الشناوي وحسام عاشور ومروان محسن، الاسماء دي الراجل قعد معاها بشكل منفرد وبشكل خاص علشان نوع من انواع التحفيز، وكمان في تعليمات اكيد فنيه بتخص اللقاء ده. وعايز اقول لكم انه لقاءات القمه هي اللقاءات اللي بتشهد مولد نجوم، ده تعودنا كده طول عمرنا، واحيانا تشهد مولد مدربين وتخلق حاله من حالات الثقه والشعور بالامان مع المدرب ده
فلاسارتي وكريستيان جروس كل واحد فيهم الحقيقه عنده فرصه ذهبيه ان يستحوذ على عقول وقلوب جماهير كل فريق هو بيمرنه. ماتش القمه ده احسن حاجه واحلى حاجه بيتمناها كل لعيب كوره واقف على رجله، ويتمناها كل مدرب، ويتمناها كل جمهور بيحب فرقته وبيحب يتفرج على الماتشات اللي شبه كده. الاهلي انتوا عارفين ان النادي الاهلي دخل في تدريبات كلها بقت سريه. يعني ايه سريه؟ مش سريه، مش معروف، ما عدا سريه بمعنى انه مش مسموح بالتواجد الاعلامي ولا تواجد الجماهير فيها. فعشان كده كلمه سريه، سريه مش عشان المواعيد، عشان بس بوضح، لان انا العناوين اللي شبه يقول لك ايه زياره مفاجاه غدا بمشيئه الله في مش عارف، يعني ما فيش كده. لكن الخبر ده تحديدا هو له علاقه باللي انا بقول لحضراتكم، انه التدريب السري مش علاقه بالموعد، انما له علاقه بانه بعيد عن اعين الاعلام وبعيد عن اعين الصحافه. كان في تركيز على الجانب الفني بشكل كبير جدا، ومحاضره فنيه كانت سريعه. بعدين الفريق خاض تدريبات بدنيه تحت اشراف اليخاندرو ومخطط الاحمال في الوقت اللي شاهد فيه المران تركيز لاسارتي على الجوانب الدفاعيه. ويمكن الكابتن سعد عبد الحفيظ قال انه مران النادي الاهلي خلاص هيبقى مقفول بالنسبه للكل، وقال انه الاخبار بقى اللي ليها علاقه بالصحافه والاعلام سيتم نشرها بالتنسيق مع المكتب والمركز الاعلامي. فعشان بس حضراتكم تكونوا فاهمين، طب هو طب سري، طب جبنا المعلومه منين اهو، علشان تبقى يقول لك طب ما هو سري وهو مش موضوع انتوا اللي جبتوا، يعني جبنا عشان خاطر بالشكل الفلاني بالاليه اللي حضراتكم يعني قلناها لكم ديت. جلسات تحفيزيه من قاده النادي الاهلي للاعبين قبل القمه، بتتكلم على الاسماء الكبيره الفرقه اللي في الفرقه، الخبرات شريف اكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان. وليد ما عندوش حظوظ انه يبقى موجود، شريف اكرامي برضو نفس القصه. انما بنتكلم على احمد فتحي كمان، واحد من نجوم وقاده الفرقه وقلبه قلب ما شاء الله، قلب حديد. ان شاء الله نتمنى يكون له دور في الماتشات اللي جايه مع منتخب مصر. مصر محتاجه احمد فتحي الحقيقه، محتاجه قلبه وجدعنته ورجولته في الملعب وادائه الفني، مفتقدين ده كتير جدا جدا. اداء منتخب مصر النهارده، عشان كده بقول لكم ما تقلقوش وما تخافوش، انه اداء منتخب مصر ما كانش فيه الروح بتاعتنا، مش دي روح الاداء، مش هي دي، مش هو ده. العناصر بتاعتنا بالطريقه بتاعتنا ما كانتش موجوده. تتضايق، تخاف، وتبقى يعني عندك قلق لما يبقى كل العناصر دي موجوده وانت ما تبقاش كويس يعني. الاهلي بيستخدم المسكنات لتجهيز الثلاثي الشناوي وسعد وايمن اشرف لمواجهه الزمالك، مسكنات كلها للالام ومحاولات للدفع بيهم الثلاثه خلال اللقاءات اللي جايه ولقاء القمه تحديدا. احمد الشيخ وهشام محمد غادروا مران النادي الاهلي النهارده بعد الاصابه. احمد الشيخ هشام محمد غادر ملعب التتش بسبب شعوره بالام في العضله الخلفيه، واحمد الشيخ تعرض لكدمه كده في الركبه اثناء مشاركته في المران. وليد سليمان بيغيب عن مران الاهلي هو الاخر لظروف خاصه. واخيرا وده خبر مهم جدا الحقيقه، بحيي عليه اداره النادي الاهلي لجنه الكره في النادي الاهلي، الاهلي يوافق على اعاره مؤمن زكريا مجانا واشترط نهايتها في اغسطس. نوع من انواع الدعم النفسي لمؤمن زكريا، النادي الاهلي رفض انه ياخد اي مقابل مادي من انتقال اللاعب للدوري الفنلندي، فقال لك نقف جنبه طبعا عشان الموضوع اللي كان حصل قبل كده في نادي احد. كل اشتراطات النادي الاهلي تبدو منطقيه جدا جدا، كان انه الاعاره دي تنتهي في شهر اغسطس بدل من استمرار اللاعب حتى نهايه المسابقه في فنلندا اللي هي بتخلص كانت في 12 اكتوبر، علشان يتم قيده طبعا في قائمه النادي الاهلي للموسم الجديد. النادي الاهلي امبارح سيدات وفازوا ببطوله افريقيا للكره الطائره، تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير، وبعدين لسه عندنا اخبار وتفاصيل وكواليس هنروح للقلعه البيضاء نادي الزمالك واستعداداته للقاء القمه. المرة الثانية على التوالي والرابعة في آخر خمس سنين، أرقام صعبة تتحقق، أرقام بنات من ذهب بيتعبوا بيتمرنوا بيبذلوا مجهود بينفذوا كل المطلوب منهم يستحقوا البطولة. الشوط الأول كانوا متوترين شوية، الفريق التونسي خطفه ومعنوياته عالية جدا، بس إحنا رجعنا اللعيبة
وهم عندهم ثقه في نفسهم متمرنين وجاهزين وقدروا يرجعوا في المباراه. الجائزه دي تديها لمين قبل البطوله نفسها؟ اديها طبعا للجمهور الاهلي ولكل الناس اللي شجعتني ومامتي وبابايا وكل اصحابي اللي شجعوني، هم من غيرهم ما كنتش اعرف العب اللعب ده، والحمد لله يعني نحن كسبنا. طبعا في الشوط الاول لما كان عليها ضغط جامد قوي، المباراه كلها كانت صعبه يعني، بس الحمد لله. هل ضغط الجمهور مش مأثر معاكم حمسكم ولا كان محمسنا وانهم كانوا موجودين ده حاجه محمسنا؟ قول لهم ايه؟ شكرا جدا. الحمد لله طبعا، الحمد لله تكرر تاني سنه على ارضنا وفي حدود طبعا الكابتن محمود الخطيب ووزير الرياضه وجماهيرنا كلها على ارضنا واهالينا وكل حاجه، طبعا احساس تاني خالص يعني، الحمد لله ان قدرنا نكررها تاني سنه على التوالي. هو للاسف احنا كنا مبتدئين مهزوزين شويه، توتر الماتش الفاينل وبنلعب على ارضنا، فكان في نوع من الشده والضغط علينا شويه، بس مع بقى يعني مع المباراه وهي ماشيه ابتدينا نرجع تاني لمستوانا ونقدر نسيطر على الماتش الحمد لله. اصعب لحظات اللقاء بالنسبه لحضرتك ونزل الفريق؟ بداية طبعا في الشوط الاول لما ادوا يعني يفوزوا بالشوط الاول، ده كان اصعب لحظات، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع. طبعا اول حاجه اهلي طبعا، والدي ووالدتي واخويا واختي ومجلس الاداره وجماهير طبعا النادي الاهلي اللي اذتنا النهارده بشكل مش طبيعي يعني. انا متهيألي هو كمان بان على الفريق المنافس يعني، الحمد لله اللعيبه ما كانتش عارفه تلعب هناك بسبب الحمد لله الجمهور يعني، هو حركنا والحمد لله خلاهم يعني ما يقدروش يلعبوا الحمد لله. طبعا الشوط الاول كان صعب بالنسبه لنا لان احنا كنا مخطوفين قوي في اول الماتش، كنا قلقانين يعني من الماتش، بس الحمد لله قدرنا نركز ورجعنا تاني للمباراه يعني. نقطه التحول هو الجمهور اللي حاضر ده؟ اكيد اكيد هو سبب، اشكرهم جدا والحمد لله اللي احنا رجعناهم مبسوطين يعني، دي اهم حاجه. الجائزه تهدي لمين؟ اهدي لجمهور النادي الاهلي والجهاز والفرقه كلها الحمد لله يعني، شكرا جدا. كريستيان جروس بيجهز كهربا للقاء القمه ببرنامج خاص. خد بالك انه واحد زي كهربا من العناصر اللي انت تقدر تعول عليها في ماتش زي ماتش القمه، ومش شرط انه يكون طول الماتش جامد وكده يعني، لانه اللي زي كهربا بيعرف يخطف في اللقاءات، تجهيزه مهم جدا ودوره مهم جدا في ماتش زي ماتش القمه، وده اللي مدركه الراجل وبيفكر فيه البدء بيه في التشكيله في الجانب الايسر وعودته بشكل اساسي في هذا اللقاء، بيجهز له برنامج خاص علشان يكون فت وقادر يكون يعني واقف على رجله في اللقاء ده. رئيس الزمالك يجتمع بلاعبين قبل القمه، اتكلم معاهم وطالبهم بضروره الفوز في اللقاء المقبل امام النادي الاهلي، وده بيبقى طبيعي جدا وبيبقى بديهي لدرجه انه احنا اخذنا على كده يعني، انه الزمالك قبل الماتشات المهمه والاهلي قبل الماتشات المهمه لازم يبقى في دعم كبير من الاداره قبل اللقاءات اللي شبه كده. ولقاء القمه حقيقه لقاء مهم جدا جدا، هتختلف فيه الرؤى ووجهات النظر. وجهه نظري هو مباراه غير حاسمه لبطوله الدوري. في ناس ثانيه شايفه ان هو الماتش ده هو اللي هيخلص البطوله، بس اما وانه لسه في 11 ماتش بعديها، هيبقى ازاي ده حاسم للبطوله؟ مش عارف. جروس بيمنح زيزو راحة من تدريب الزمالك لشعوره بالإعداد، بتكلم على أحمد سيد زيزو مش محمود عبد العزيز، الراجل اداله يعني زي راحة كده من التدريبات. النجاس بيشارك في تدريبات الزمالك بعد شفائه من الإصابة، الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك حرص على عقد جلسة مع التونسي حمدي النجاز عشان يطمئن على موضع الإصابة بتاعته قبل انطلاقة التمرين. النجاز كان عنده شد في العضلة الأمامية، كان حصل ده في مباراة المقاولين العرب، الراجل كان بيطمن عليه ويطمن على تجهيزه. حازم إمام عجبني جدا الحقيقة، اللي بشوفه لحازم إمام سواء في الملعب أو على دكة البدلاء، دور محترم من كابتن الفرقة وعارف مسؤولياته إيه. مش شرط خالص يلعب، مش شرط خالص يلعب، بس شرط ان يكون له دور ويبقى شايف مصلحه الفرقه اهم حاجه بعين المدرب وعين الجمهور. فحازم امام بيدعم النقاص بعد عودته الى التدريبات وكان طمن عليه وحفزه كمان للقاء المقبل، وحقيقه برده مره ثانيه وثالثه ده الدور اللي لازم يقوم بيه كل كابتن للفرق. الزمالك اختار بترو سبورت لمواجهه حسنيه اغادير،
الاتحاد المصري لكرة القدم كان نادي الزمالك خاطبه وطلب منه انه يختار بتروسبورت علشان يلعب عليه اياب دور الثمانية للبطولة الكونفدرالية. اتحاد الكرة مستني الموافقة الامنية ياخد موافقة وزارة الداخلية على اقامة اللقاء في بتروسبورت، لانه زي ما حضراتكم عارفين الزمالك والاهلي الاتنين كانوا بيلعبوا في برج العرب، حصل وانه الكاف ارسل قال لك برج العرب ما يبقاش يعني ما ينفعش بسبب سوء ارضية الملعب، هو طبعا لوغاريتم لانه في ملاعب اسوأ من كده بكتير. انتوا شفتوا ماتش النيجر امبارح كان حاجه يعني اول امبارح وحش جدا وحش جدا يعني، ورغم كده عادي يعني ما انت بتسمعش مثلا انه بيبعتوا لهم يقولوا لهم ما يتلعبش عليه، بس ما علينا هو كده او كده. بالنسبه لنا احنا كمان كمصريين عايزين نشوف فرقنا بتلعب على ملاعب افضل من كده بكتير. التونسي السلمي حكما لمباراه الزمالك وحسنيه اغادير وطاقم انجولي هيدير مباراه الذهاب بعون السلمي كل من الليبي عطية أمصاد والتونسي أيمن إسماعيل في الإدارة لهذا اللقاء. مباراة الذهاب هيديرها هيدلر مارتينيز كارفايو ده حكم ساحة، هيعاونوا إيماليانو دو سانتوس مساعد أول وإيفانيلدو مساعد تاني. مباراة ماتش الذهاب إن شاء الله بإذن الله هتلعب من حد 7 أبريل في المغرب، وماتش العودة إن شاء الله بإذن الله 14 من الشهر نفسه. أخبار وتفاصيل مهمة جدا في جولتنا الأوروبية والعربية هنقولها ونعرفها مع حضراتكم بعد الفاصل السريع اللي جاي. بصوا بقى بالراحة كده وتعالوا نشوف الناس اللي بتفكر لمستقبل كرة القدم في العالم واللي بتصنع مستقبل جديد ورؤية جديدة علشان نعرف احنا كقارة افريقية لسه فرقتين بيلعبوا بعض بنفس اللون بروندي وكوديفوار اصفر وأورنج وحاجة اخر جمال واخر حلاوة، وشوفوا الناس هناك وصلت لإيه. النهاردة كان اجتماع رابطة الأندية الأوروبية اللي بتخطط لثورة في دوري أبطال أوروبا، ثورة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أندريا أنييلي رئيس نادي اليوفي النهاردة ورئيس رابطة الأندية الأوروبية قال إن الرابطة وضعت اقتراحات ثورية بشأن مستقبل كرة القدم في الفترة المقبلة. أيوة أوروبا، أيوة أوروبا هي اللي بتصنع مستقبل كرة القدم، أيوة أيوة، ومواهبنا الشابة اللي موجودة في أفريقيا بتبقى موجودة هناك في القارة الأوروبية، عشان للأسف إحنا مناخ طارد في أفريقيا مش مناخ جاذب على الإطلاق، والأعين كلها هناك. خلينا نبقى أمنا، صناعة كرة القدم موجودة عند الناس اللي هناك، لذلك ننظر إليهم دايما بعين الانبهار. لاجازيتا دي لو سبورت وماركا الإسبانية حددت ثلاث نقاط جوهرية وافقت عليها الرابطة. بص يا سيدي بقى، قالك إيه بقى؟ قالك رقم واحد إطلاق بطولة اسمها سوبر تشامبيونز، خلاص، ودي بتشهد نظام جديد تماما عن بطولة دوري أبطال أوروبا. أربع مجموعات، كل مجموعة فيها 8 فرق وفقا لتقييم اليويفا، ماشي كده، مع نظام صعود وهبوط بين المجموعات الأربعة، على أن يشهد التصنيف الأول أقوى 8 فرق في القارة الأوروبية، وتقام مباريات القمة يومي السبت والحد، ويتم ترحيل مباريات الدوري المحلي. شوف التنظيم، شوف التنظيم، ويتم ترحيل مباريات الدوري المحلي لأيام الثلاث والأربع. بدل ما كان دوري الأبطال بيتلعب الثلاث والأربع هيحصل تغيير، وماتشات القمة اللي وفقا للمنهج الجديد اللي هم عايزين يحطوه في البطولة الجديدة اللي هي السوبر ديت من وجهة نظرهم، قال لك الماتشات تتلعب يوم السبت والحد ماتشات القمة، ويتم ترحيل مباريات الدوري المحلي للثلاث والأربع. هيعكسوا النظام في أوروبا كله،
قال لك وهيتم التنسيق مع الاتحاد الاوروبي اليوفا لاخراج البطوله ديت للنور، مشيرا الى انه يتم دراسه الامر بتاني وعلى مدار 20 شهر مقبله. قال لك رفض بطوله كاس العالم للانديه بالشكل المستحدث لها عام 2021 بمشاركه 24 فريق واقامتها كل 4 سنين. انيلي قال انه الانديه اعضاء الرابطه لن تشارك في كاس العالم بهذه الطريقه، بل ستشارك بها بنفس شكلها. شوف بقى كمان، قال لك طلب تقليص فترات التوقف الدولي وتقليص عدد مباريات المنتخبات لانها تتعرض للفكر الاحترافي لعالم كره القدم الحالي. يا صلاه النبي، خدت بالك انت من اللقطه الاخرانيه ديت؟ هتتاكل كل ماده، هتتاكل امام فكره الاحتراف العالمي وصناعه الاموال البطولات والامور اللي ليها علاقه بانتمائك لمنتخب بلادك، وان تنسجم وما تنسجمش. لا لا لا، قللوا لنا يا جماعه، قللوا لنا التوقف الدولي ده، واحنا يا دوب هو بس يبقى الماتشات على قد الماتشات الرسميه، وعلى قد ما نقدر ان احنا نقلل ده، علشان ده بيتعارض مع الفكر الاحترافي. ايه الفكر الاحترافي؟ الفكر الاحترافي يقول لك انت بتعطل اللعيب بالمشاركات الدوليه. الفكر الاحترافي يقول لك انه انا ببقى في الهاي سيزون يعني، وفي اعلى حته في المسابقات بتاعتي، تقوم انت جاي عامل لي توقف دولي تخسرني لعيب للاصابه او تخسرني لعيب للمشاركه مع منتخب بلاده باي حال من الاحوال. فهم شايفين انه ده، خاصه كمان احنا في فتره من الفترات كنا ماشيين فيها عكس عكاس، بطوله الامم الافريقيه بتتلعب في عز الوقت اللي كان بتبقى الدوريات فيه متواجده، ولذلك كان اكتر من واحد من لاعيبه من لاعبين في افريقيا بيفضلوا انديتهم على طبعا اقول لك ده الاحتراف يعني، يفضلوه على منتخباتهم. فكلها امور، في منها اللي انت شايفه وتنظر ايه بعين الانبهار والاعتبار، وفي منها امور زي اللي احنا بنشوفه ده. انا دائما اخشى ما اخشى انه تتاكل فرق، تتاكل فكره الانتماء والحفاظ على يعني حبك لتمثيلك لمنتخباتك الوطنيه في مقابل الاحتراف. فسيطره لغه المال هتبقى هي يعني بمعنى صح المعبر عن الفتره اللي جايه. الادعاء السويسري بيحقق مع بلاتر في قضايا فساد تخص مونديال 2006. والله ده احنا نسينا وهم لسه شغالين. الادعاء السويسري كان بدأت تحقيقات جنائية في نوفمبر 2015 ضد بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 وثلاثة من كبار مسؤولي اتحاد الكرة الألماني بشأن الاشتباه في وقوع عملية احتيال وسوء إدارة جنائية وغسيل أموال واختلاس أموال، ولا يزال التحقيق مستمر. القضية بتتركز على مبلغ 6.7 مليون يورو دفعه الاتحاد الالماني للفيفا في 2005، واعلن عنه كمساهمه في فعاليه ثقافيه تتعلق بكاس العالم بالمانيا، لكن لم يتم اقامته كما اعتبر ان نفقات تشغيله لاغراض ضريبيه، وبالتالي تعمدوا تجنب دفع ما يقرب من 13.7 مليون يورو كضرائب وفقا لما ذكروا الادعاء العام. لو انت عايز تجيب ناس فسده هتجيب ناس الفسده، وهيبقى عندك اسباب وادله ومستندات وحاجات شبه كده، وبالتالي بلاتر وقع بعد فتره طويله جدا جدا من هيمنه وسيطره على العالم كله من خلال دوله كره القدم، دوله الفيفا. اخر خبر عندي قبل ما اروح للتقرير والفاصل هم خبرين الحقيقه. 84% من جماهير ريال مدريد بتوافق وترغب في تعاقد ريال مدريد مع ساديو ماني نجم ليفربول، قدام حضراتكم على الشاشه. الماركه الاسبانيه عملت استفتاء بين الجماهير على التعاقد مع ماني، وطبعا الاستفتاء زي ما هو قدام حضراتكم على الشاشه، 84% شايفين انه الافضل التعاقد مع اللاعب. وكانت الاكيب الفرنسيه اتكلمت في الموضوع ده وقالت انه زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع اللاعب. الهتافات العنصريه زي ما بنقول انه الناس عندها نظام في انجلترا، وان هم تخلصوا من مشاكل كتير جدا جدا ما زالت عندنا، وزي ما بنقول ان هم سابقنا في حاجات كتير، الا انه في افات احنا عايزين نتعلم ان احنا نتجنبها. والحقيقه ان احنا مش موجوده عندنا بهذا القدر للامانه، يعني احنا مش فاتحين بقنا طول الوقت ومنبهرين بالخواجه وكل حاجه، لا، بيبقى في عندنا امور برضو بنشوفها طيبه. هتافات عنصريه بتعود من جديد في اوروبا، والضحيه ستيرلينج الجناح الانجليزي لاعب مانشستر سيتي قال انه يشعر بالاستياء بشده بسبب الهتافات العنصريه اللي تعرض لها خلال مباراه منتخب بلاده امام مونتينيجرو او الجبل الاسود، واللي انتهت باكتساح لمنتخب انجلترا نظيره الجبل الاسود بخمس اهداف مقابل الهدف. ستيرلينج قال في صحيفه مانشستر
ايفنينج نيوز قال شخصيا لم اسمع اي هتافات عنصريه، لكن بعض زملائي قالوا انه سمعوا ده. نحن اصحاب، نحن اللاعبين اصحاب البشره السمراء، نعاني هذه الاشياء لا يمكن السكوت عليها ويجب التحدث دائما فيها لامكانيه تجنبها في المستقبل. تقرير عن كريستيانو رونالدو ومن بعده الى فاصل، وبعديها هستقبل ضيف وضيف حضراتكم في حلقتنا الاسبوعيه كابتن رضا عبد العال في نمبر 1. طيب هنروح لفاصل يعني مش هتفرق كتير. الهاشتاج بتاعنا هو نمبر 1 رضا عبد العال، نمبر 1 رضا عبد العال. ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزينه بقى على الهاشتاج ده. والنهارده عندنا كلام مهم جدا عن منتخب مصر، النهارده في مصارعه حره في الجزء الثاني اللي بعد الفاصل ده، خليكم معانا. المنتخب الوطني هزيمته الأولى في حقبة المدرب المكسيكي خافيير أجيري على يد نظيره النيجيري بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ستيفن كيشي، ليدق المنتخب ناقوس الخطر بقوة قبل أقل من 3 أشهر من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام على أرض مصر في الصيف المقبل. واستمر الأداء المقلق الذي يقدمه المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ مباراة النيجر الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، لينال بعدها الفراعنة الهزيمة الأولى مع أجيري بهدف هز شباك الحارس محمود جنش، ليصبح هو الهدف الأسرع الذي يدخل مرمى الفراعنة طوال تاريخ المنتخب بعد 7 ثوان فقط، ليفشل الفريق في تعويض الهدف طوال 90 دقيقة. واستمر أجيري في سياسة الدفع بالوجوه الجديدة مع المنتخب الوطني، بداية من الحارس محمود جنش، مرورا بأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر والمهاجم مصطفى محمد وعدد من اللاعبين الذين يظهرون للمرة الأولى منذ فترة طويلة أمثال محمود علاء، ليواصل تجربة العناصر الجديدة قبل انطلاق البطولة. ولم تتوقف خسائر الفراعنة عند الهزيمة فقط، ولكن خرج المدافع محمود علاء متأثرا بإصابته بجرح قطعي في الجبهة، كما غادر طارق حامد المباراة في نهايتها بعد سقوطه مصابا، لتستمر خسائر الفراعنة من مواجهة النصور الخضر. مبارتين بلا فوز، هزيمة وتعادل وآداء مقلق وإصابات هي حصيلة معسكر المنتخب الوطني في التوقف الدولي لشهر مارس. رضا عبد العال يتحدث عن مسيرة المنتخب الوطني، رؤيته للمعسكر الأخير وكيف يؤثر على المنتخب الوطني في الأمم الأفريقية، ما توابع مباراة نيجيريا على مباراة القمة التي ستقام السبت المقبل في برج العرب. كل هذا مع إبراهيم فاي في نمبر 1. نور يا شياكة يا عم الناس. حبيبي ربنا يخليك يا ايما، انت اللي عم الناس يا عم ابراهيم. النهارده شياكة واصفر واسماعيلي النهارده وحاجه حبيبي. ايه حبايبي والله العظيم حبايبي. صدق مفيش حد ما بيحبش النادي الاسماعيلي ولا كوره النادي الاسماعيلي. انا مثل الاعلى كابتن فاروق جعفر. اه لو حماده الرومي جه كان قبل فاروق جعفر كان هيبقى مثل الاعلى والله. اه والله. طب انت ليه ما لعبتش في الاسماعيلي رغم حبك؟ لعبت لعبت. اه رحت مختبر. اه وانا في الجيش. مش انا راح كنت في الجيش هناك قصاد المحافظه. جيش ثالث بقى؟ لا لا لا. آه. كنت في المخابرات الحربيه والاستطلاع قصاد. لا لا لا. آه. لا عادي قصاد قصاد على طول المحافظه بتاعت اسماعيليه. فمره بنلعب في المعسكر كنت انا وصديق جمال على فكره. حبيبك صديق جمال. طبعا. وبنلعب، فكان الله يرحمه بقى اذا كان مات او لو لسه عايش، كان ضابط اسمه محمد الفنجري. فبعد العصر كده بيلعبوا الضباط مع بعض. فالمهم طبعا احنا كنا عمالين نقول انا في الدين الادويه وصديق في البلاستيك. أيوة. في البلد ولعيب الكوره وبتاع. فجه الضابط ده قال لك ايه، هاتوا رضا، هاتوا العيال دي اللي هي الجداد دول. نشوفهم. ما طبعا كله بقى كان حلاليف. يعني كله بيلعب خبط ودب. يعني انت عارف بيلعب حافي كمان وممكن رجليه تيجي في قفاه.
واخد ما انت عارف بقى كله في الجيش بيبقى عايز يبعد عن الخدمات اللي هي الطلبه اللي هي بيعمل خدمه مطبخ خدمه مش عارف الشاي والحاجات اللي شبه كده لا لا ما المطبخ دي تنقي رز واحنا اتعفشنا انا وصديق جمال وقعدنا نعيط واحنا عمالين نعصر القوطه وننقي الرز ودخل علينا كان شاويش قد كده طبعا حطينا ترابيزه اكبر من دي كمان حطينا شويه رز عليها فقعدنا من الساعه 7 للساعه 10 ننقي الرز احنا واخدينه زي ما بننقي في البيت فطبعا انا وصديق كده وانا كده وعمالين ننقي بقى طبعا الحصوايه ومش عارف ايه دخل علينا الكلام ده الساعه 7 دخل علينا حوالي الساعه 10 ونص بالليل لا الصبح بعدها بساعتين ونص خلاص بقى ده المفروض ان هو مدينا قوطه نعصرها كمان بعد ما نخلص الرز واخد بالك وبعد كده نغسل كمان الاذانات اللي هي بتاعه الاكل حلو دخلنا في سكه تانية بس ماشي ما علينا مش انت بتقول لي لعبت الاسماعيلي ازاي ماشي او رحت الاسماعيلي المهم فطبعا دخل الراجل اللي انا منقيين قد كده في ساعتين ونص قال لك ايه ده هو مفكر الشوال ده هو اللي اتنقل دولت اللي باقي فقلنا له احنا نقينا دولت ولسه دول قال لك لسه دول انتوا كده انتوا كنتوا هتقعدونا مثلا اسبوع عشان العساكر تاكل والظباط والكلام ده ادلو فجاب الخشبه اقسم بالله يا ابراهيم زي ما بقول لك كده وبقى يشد كده يقول لك مثلا لقيت بياده تشيلها قالب طوب تشيله انما كده وقعد بقى طبعا يكتب انما كده دي كده انتوا هتقعدونا كده ثلاث ايام قبل ما احنا نعمل الوجبه بتاعت الغد المهم كنت بتلعب بقى ايه قالوا لك تعال هاتوا فجيب محمد بجاري عرف ان في اتنين بيلعبوا كوره في انديه طبعا البلاستيك كان معروف غير ان الادويه فقال لك هاتوه فلعبنا قدامه فهو اتكيف قوي فقال لك طبعا كنا احنا بقى انا كنت ايه بطلع كمان طلبه الصبح انا وصديق جمال بس صديق بيتاخد في حته وانا بروح في حته انا رحت مره في المحاره كان بيمحروا محارت لا انا كنت بناول المحار مناول يعني هو طبعا يعمل لي المونه وانا ايه اعبها له واناولها له افضل بقى لغايه ما نخلص دي وهو يخلص ده وبعد كده يريح هو يشرب كام سيجاره لان هو اصلا كان من بره ما كانش من الجيش ايوه وطبعا اللي بيناولوا كلهم مين عساكر عشان ما بقاش فيهم مياه فانا حظي جه في مرتين كده فمن كتر التعب ابراهيم انت طول النهار بقى من الساعه 8 الصبح لغايه ايه دي ده انا فوخي كمان وجعني فانا يقوم جاي مثلا ايه من كتر بقى ما انت مستنيه عشان يشيل ياخد منك ويديك فهو طبعا ايه بيقوم جاي واخد ويديك فانت لازم تبقى ايه معاه فانا من كتر التعب ما بقدرش مش بقول لك ايه ده بيشتغل منا وبنا ومناول الاثنين مع بعض فالمهم طبعا انا بقى ايه يعني من التعب اقعد شويه كده ما بصلوش عشان مش قادر ارفع ايدي يقوم هو عامل المونه كده يقوم جاي منزلها على دماغي اصحى واخد بالك يقول لي ناوي واخد بالك فطبعا اتعذبنا فتعمل ايه بقى؟ فلعبنا كوره تلعب جامد بقى عشان خاطر ايه تبعد والله ابدا ده هي جت من عند ربنا فلما لعبنا كوره بقى والراجل ظابط محمد الفنجري ده حبنا انا وصديق قال لك دولت ما يطلعوش طلبه طلبة مطبخ تاني ولا طلبة بره هنعتمد عليهم بقى في الفريق ولا هنعمل بيهم ايه؟ لا هو بقى انت عارف كان ايه؟ قال لك ادوات يعني حاجات كتابيه كويس ما تخرجوش بقى ولا تقفوا خدمه كمان احنا كنا بنقف خدمه بالليل الساعه مثلا 12 لغايه 6 الصبح ومن 6 كده يعني لعبت للاسماعيلي ازاي؟ لا ما لعبتش يا نهار ابيض انت ضحكت عليا كل ده لا 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 ومعشمني في الاخر انه في لقطه هتروح للاسماعيلي رحت وهم شافوني وجه كابتن شحت الله يرحمه كان ساعتها بقى كان لسه فوز جمال طالع والعجوز كان الكلام ده سنه 85 لا لعيبه جامده دول كانوا لسه بقى دولت ايه اللي هم 19 سنه ومحمد فكري الصغير واخد جه وكاريكا كان في لعيب اسمه كاريكا كان فيرويد كان هاي فالمهم ايه الراجل ده لما شافني فكلم ناس في اسماعيليه قال لهم في لعيب كوره عندنا في الـ في الـ طبعا هو صديق لان كان مقيد في البلاستيك فكان مش هيعرفوا لان طبعا ساعتها كانت بتبقى اجراءات مش زي دلوقتي ما كانش في احتراف فقال له في لعيب كويس قوي وعاجبني قوي عايز الكابتن شحته يبص عليه. فخده معاد وما اعرفش جه لقيت الظابط محمد فنجري بيقول لي بكره روح اسماعيليه تختبر نادي اسماعيلي عشان عايزين يشوفوه فروح طبعا خد ده امر ماشي واخد بالك فروح فكابتن شحته شافني وطبعا خلاني ما اتمرنتش مع الفرقه اللي هي الكبيره اتمرنت مع اللي هو كان الشباب اللي هو الرجاله دي وبعد كده بس كان ساعتها بقى فوزي والرجاله دي بيتمرنوا فوق في الفريق الاول ماشي فانا اتمرنت مع فرقتهم اللي هم كانوا سابوها وطلعوا للفريق الفيرست لا اللي هو اللي ما طلعش الفريق الاول ايوه ما انا عارف واخد بالك بس فبعد التمرين كابتن شحته الله يرحمه
قعد معايا وقال لي بص احنا عارفينك وعايزين نخلصك، خلص نفسك وتعالى، لان الكابتن حسن سيف كلمناه وهو ايه طالب مبلغ كبير. ايه المبلغ الكبير؟ كان 10,000 جنيه. 10,000 جنيه في الوقت ده. فقلت له لا انا مش هخلص نفسي، كلموه يا رب يقول لكم ببلاش، بس انا ما ينفعش ان انا اكلمه. واخد بالك؟ ماشي. وهم اعجبوا بيا، بعديه على طول كنت رحت نادي الزمالك. لا انت كان زمانك دلوقتي بقيت اسطوره اسماعيلاويه بقى. واخد بالك؟ فدي المره الوحيده اللي رحت فيها عشان اتشاف، بس كان غصب امر. صدق انا مبسوط ان انا سالتك السؤال ده. لا والله. والله. ده اول مره اقوله في حياتي. ليه بقى مبسوط ليه؟ لان اي حاجه من ريحه الاسماعيليه الواحد بيتبسط بيها. طبعا. طيب. وبلد جميله كمان. جدا جدا. وناسها وشعبها واهلها طيبين، بلاش كلمه شعبها، اهلها طيبين جدا. حقيقه ان احنا كلنا شعب مصر. طيب. بس ما تقعد تقول لي اللي انت هتقعد تقوله لي، واحنا اكلناها وشربناها وبلعناها والكلام ودرسناها ايوه الجو ده كله. ومن غير ما تقعد تزايد ارمي الكلام ده على جنب. من غير ما تقعد تزايد عليا والجو اللي انت بقى، انا عارف ان انت جاي وايه، بص نابك طالع اهو. لا لا ليه يعني يا وحش؟ لا عشان لما اقول لك على حاجه تبقى تسمع الكلام. اهو مش انا عارف. لا 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 ما تقولش اهو. انا عارف انك هتقعد تقول لي كده، ما تقاوحنيش وما تقوليش كلامي كذب ولا حقيقه. طب اخد رايك، سيبك مني، رايك بقى. تعالى نبتدي الاول. احنا عندنا ماتشين، ماتش قدام النيجر وماتش قدام النيجر، وماتش تاني كان قدام نيجيريا. ممكن اعرف رايك ايه في الماتش الاولاني؟ تحب اقول لك تشكيله ال عارف الماتش الاولاني والتاني. طيب رايك ايه في ماتش نيجيريا؟ ولا انت عايز تتكلم عليهم كلهم الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. يلا يعني انت مثلا واخد، احنا داخلين على حدث جلل زي ما بيقولوا، وحدث كبير وبطوله طبعا مقامه على، انت عارف لو بره مصر عادي، انما في مصر هنا هيبقى صعوبتها عشان الجماهير. لان الجماهير مش يعني هترضى غير بالبطوله. ماشي. انت مفيش وقت. انت اولا خدت الناس دي وطلعت بيها، خليك بقى معايا. خدت الناس دي وطلعت عشان تلعب الماتش ده، طالما ان انت شايفه من وجهه نظرك ده بس في الاول كده، من وجهه نظرك ان انت بتجرب فيه لعيبه، كان بلاش لعيبه الاهلي والزمالك عشان دوم عندهم ماتش مصيري. بلاش. ماشي. ايه؟ لعيبة الاهلي والزمالك عشان عندهم ماتش مصيري، بدليل ان انت ما لعبتش لعيبة الزمالك الماتش الاولاني. لعبت السولية وكان محمد هاني. ماشي. واخد بالك؟ طب جيت النهارده لعبت طارق حامد وعلاء محمود. علاء. وعندك جنش. حصل. طيب. انت من وجهه نظرك كاجيري مش يعني رايح تجرب. طب عشان ان احنا نلتمس لك العذر، ما تاخدش لعيبه الاهلي والزمالك، سيبهم يركزوا هنا، ده عندهم مطحنه يوم ال يوم 30 يوم السبت، عندهم ضرب نار. وبعدين واحد زي محمود علاء النهارده اتعور، اتفتح الحاجب بتاعه، اتفتح، بس مش ممكن يلعب. ممكن ومش ممكن. خلي بالك لان دي هنا. وبعدين هو كل لعبه وكل راس ماله في ال 18 دماغ طبعا، يعني بيطلع بدماغه طب ما بيطلع برجله. ولو خبطت مرتين ثلاثه وفتحت وعملت مضاعفات وخسرت تغيير في اول الملعب، هيقول لك قضاء وقدر. مفيش حاجه، ما ربنا ادانا العقل. ما انا رايح اجرب. ما انت عشان تجرب، انت لما تيجي تخسر بعمار اسمه عمار حمدي وناصر دونجا والكلام ده، ليك العذر. ليه؟ لانك انت واخد اول ناس وانت عايز تشوفهم، عشان احنا عارفين ان دولت مش اللي هم هيجوا معاك في افريقيا. برافو، حلو، واخد بالك؟ فخدهم جربهم في الماتشين. مع ان النهارده والماتش اللي فات مركز شباب الحبانيه بيلعب مركز شباب الضرب الاحمر، ده الماتش الاولاني. والتاني هو نيجيريا النهارده حد بيلعبك غير الرقم 13 اللي جاب فيه الجون؟ ده كان عايز الحي بتاع حي الهرم يديله اتنين ازاله، عنده دورين ازاله الرقم اللي جاب فيه. لا وايه ده كمان في القران، تخيل مين اللي بيمسكه؟ احمد فتوح. شفت بقى المصيبه السوداء كان بيبص له كده يا جدع، ده ما وصلش لغايه هنا. احمد فتوح عمال يشد فيه وهو دماغه لغايه هنا، والتاني الحته دي فيها ربع متر. يعني من هنا لغايه هنا في ربع متر، مين اللي يمسكه؟ مفروض اطول واحد في لعيبه المنتخب. مين اطول واحد؟ يا محمود علاء. يا اما ما فيش اطول كم من محمود علاء، باهر اقصر من محمود بتاعي. خلاص اللي ماسكه جنش. اما عشان هينط مع بايده، واخد بالك؟ فمفروض يعني واحد طويل اللي يمسكه، عشان تعرف ان المدرب قاعد زيه زي او واقف على الدكه او على الخط مش مركز. رايك ايه في اداء النهارده مصر قدام نيجيريا؟ وفي اداء، ما احنا بنقول لك مركز شباب الحبانيه، مع كل الاحترام كمان والتقدير لمركز شباب الحبانيه والضربة، هتلاقي فيه لعيب الكوره. انت النهارده ما شفتش لعيب الكوره لا هنا ولا، الوحيد بس اللي عنده شويه ثقه
واخدها من مدرب وعارف ان هيلعب هيلعب وعارف ان هو رقم واحد في البطوله الافريقيه هو باهر المحمدي. بعد كده كله عمال يلطش ياخد الكره يديها لهم وبعد كده الكره التانيين يديها لهم. ما انا بقول لك مركزين شباب بيلعبوا بعض، ده يديهم الكره وده يديهم الكره. شفت لمحه فنيه غير على بعض فترات من الراجل اللي هو ناحيه الراجل. انا مش هاوحك، ما احنا اتفقنا انا هقول الحق يعني. ما هو برضه عندهم اجيري عندهم اجيري يعني مثلا واحد زي اللي هو مثلا 18 بتاعهم ده اللي عمال يشخبط في الكوره بس انا بس يشخبط في الكوره. طب اجيبت على الاهلي ده ما اتاخدش ليه؟ مش هو من نيجيريا باين ولا منين؟ نيجيريا. طب يعني رقم 18 ده اللي بيشخبط في الكوره يلعب منتخب نيجيريا واجايه اللي هو عامل شغل للنادي الاهلي ورجع النادي الاهلي من بعيد. مش عاجبك المدير الفني بتاع مرور يعني اختياراته الفنيه؟ لا ما خدش ليه اجايه ما خدوش ليه؟ هو ده لعيب سهل ولا لعيب هين؟ ده لعيب متعه، لعيب يتحكم في اداء الفرقه. خلي بالك الكلام ده انا بقوله من اول ما جه ولا تقول لي فلان ولا علان ايام ما كان في النادي الاهلي. انا كنت دايما بقول لك الراجل ده بيلعب كره مختلفه. الكره الايجابيه الكره اللي فيها متعه وفيها ايجابيه. في لعيب تاني يلعب لك الكره اللي فيها المتعه ما فيهاش الايجابيه. وكانوا بياخدوا صيت اكتر من اللازم. ما حسيتش انه تريزيجيه كان من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده؟ اللعب اللي بيلعبه ده ما ياكلش عيش. اللعب اللي بيلعبه؟ ده لعب خماسي. ان يمسك الكوره ويديها له ويمسك الكوره ويديها له ده في الخماسي. انت يا عم تريزيجيه خد الكوره وروح على الجون عشان تاخد ضربه جزاء عشان زي الماتش اللي فات كده. ايه وجهه النظر الفنيه اللي طلعنا بيها النهارده من اداء اجيري؟ يعني انت حسيت ان احنا لينا شكل؟ لا ما حسيتش. ولا شكل ولا لون ولا ريحه. طيب بدليل ان انت في اخر دقيقتين لما هاجمت لقيت ان انت بتروح سهل للجون وكنت ممكن تجيب جون واثنين وثلاثه. طب انت ما عملتش الكلام ده ليه من الاول؟ وبعدين ده ماتش ودي الناس مش هتقعد لك بالمرصاد عشان تقول لك انت خسرت ليه. اهو انا قلت لك من الاول الماتشات اللي هو لعبها بتاعت فرق العتبه ديت والموسكي انتوا كلكم وكل الاعلاميين وكل الناس طلعوا قال لك الاداء الهجومي ده عمل طفره في الناحيه. والله العظيم النهارده بيلعب بس صلاح مش موجود تريزيجيه تيتي الطويل لتريزيجيه. صلاح لما يبقى موجود هيبقى هو في غير صلاح دلوقتي اللي بره المنتخب؟ صلاح وحجازي. ما اي حد يلعب ورا في العفش ده يعني اي في الحشو ده اي حد يلعب ورا. في علي جبر وفي باهر محمدي وفي محمود علاء وفي ناس كتيره. انما اللي هيفرق معاك مين؟ صلاح. طيب في حد غير صلاح؟ عبد الله السعيد. خلاص بقى ما احنا لو كده بقى نجيب ابو تريكا تاني ونجيب الخطيب ونجيب طارق ابو زيد. عبد الله سعيد ما بطلش يا حبيبي بطل. خلاص بقى بيلعب في الاهلي؟ لا يلبس فانيله الاهلي تاني يوم الصبح هتلاقيه في منتخب مصر. ولا تقول لي لا سن ولا كل دي وجهه النظر دي مش وجهه النظر دي الحقيقه. مش هو الراجل كان مختاره وناس جريت على هنا بريده وقالت له لا ايه مش انت واحمد درويش والاسلام صادق؟ ده اسلام صادق واحمد درويش مش انا دي هم يعني مش في حاله انت عامل نفسك مش واخد بالك يعني؟ ماليش دعوه هم اللي بيقولوا. طب على يقولوا لا مش على مسؤوليتهم ده الناس دي اصلا قاعده ليل ونهار في اتحاد الكوره وعارفه الكفت وعارفه اكتر من كده كمان وايه اللي بيحصل اكتر من كده. ولا انت مش عارف؟ لا نفضها سيره بقى طالما ان انت مش عارف هتقعد تضحك لي بقى. خلاص بقى طيب يعني ما تعملش بقى ان انت مستغرب يعني. واخد بالك؟ بص انا قلت لك قبل كده هنا قلت لك في كشف بيجي للنادي الاهلي كشف للنادي الزمالك وكشف للاعيبه بتاعت الاقاليم. حصل انت قلت كده وده طيب. الحقيقه ودي اللي لغايه دلوقتي ان لسه يعني انت مثلا مال رئيس الاتحاد الكوره ان مثلا في اختيار لعيب ولا مش اختياره؟ بلاش انت النهارده انت بتقول لي كراجل بتقول لي لمحه فنيه. طب النهارده ليه ما يضمش واحد زي مجدي قفشه؟ مش ده بيلعب برضه مكان عبد الله السعيد بجمله اللي بيتجربه لا مش بجمله ده احسن واحد السنه دي بيقدر يوصلك للجون ويرجع لماتشات بيراميدز واحسن واحد السنه دي بيمسكك كوره واحسن واحد بيعمل لك الاستحواذ وينقل لك الكوره من على 18 بتاعه لل 18 بتاع الخصم. طب نسال الاسئله المهمه هل في وجوه جديده شاركت خلال الماتشين دول نجحت في اثبات ذاتها زي مين؟ دونجا وعمار. يبقى الراجل ده كسبان؟ لا استنى بس المفروض يلعبهم النهارده بقى ماتش تقيل زي النهارده عشان تقيس مستواهم. طب مش احنا لو طلعنا باتنين من المجموعه دي كلها احنا كسبانين؟ ما لعبهمش ليه؟ ما طلعنا بيهم يا عم طلعت بيهم ايه ده هو اول ما هينزل من الطياره اقول لك مع السلامه شكرا مع السلامه شكرا مع السلامه. ده انا اللي بقول لك هو لو راجل عنده ضمير وبيعمل منتخب بجد
وعايز يعمل احلال وتجديد. طب هو كان جايب الناس دي كلها عشان خاطر يعمل منتخب بجد؟ ما انا قلت لك من البدايه يا ماشي ما كانش خد لعيبه الاهلي والزمالك يا اما عشان ان انت لما تجرب الناس دي اديها الفرصه في الماتشين. هو انت جاي تشممني القهوه وتقول لي بعد كده القهوه خلصت؟ ما ينفعش. لازم عشان احكم على ابراهيم اديله ماتشين ورا بعض، ماتش سهل زي الماتش اللي فات ده انت كنت هتخسر لولا ضربه الجزاء ما ضاعت. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ لا انا واخد بالي. طيب يعني اذا ان انت في الماتشين يعتبر خسران. طب عايز اسالك سؤال، هو احنا بنتكلم في مين تاني غير دونجا وعمار حمدي من العناصر اللي تنفع تبقى موجوده في انا من وجهه نظري دولت وكانوا لازم يلعبوا يعني انت مثلا رايك ايه فتوح؟ رايك ايه هاني؟ مش وحشين بس برضو خلي بالك ان انت ساعه البطوله مش هتعتمد على الاثنين دول، انا بكلمك على اثنين انت محتاجهم. هل في طب وشوش او لعيبه اتحرقت؟ طب هسالك سؤال بقى، دونجا النهارده الماتش اللي فات انت شفته والنهارده طارق حامد والنني على الاقل دول خبره وكباتن منتخب مصر والكلام طبعا. ده شفت الميز باص مع ان بيلعبوا مع فرقه مش هي نيجيريا اللي انت ولا انا اللي هي متوقعين ان هم مرشحين ان ياخدوا البطوله مع مصر. ده من فضل ربنا ونعمته علينا، انت عايز ايه اكتر من بعد 7 ثواني جون في الشبكه؟ ما هي لو فرقه كويسه كانت التاني والتالت. انا قلت كده بيني وبينك، انا كنت بس انت شفت الاداء قلت بص احنا نتعبى النهارده لحد ما نقول يا بس. ده انا بقول لك 18 اللعيب رقم 18 بتاع وربنا بيشخبط. يعني انت مثلا لو اجيري حب يبوظ يمسكه حد يبوظ طريقه اللعب مش هيبقى زي الراجل ده. طيب مصطفى محمد وكوكا، انا هتكلم على كل محور من المحاور اللي شاركت في لازم تدي بص رأيك. كنت لازم تدي له الماتشين مصطفى محمد واحنا شفنا كوكا خلاص وعارفينه واخد بالك ايه رايك يستحق فرصه ثانيه؟ يبقى النهارده مصطفى محمد الشوط الاولاني في كل الالتحامات وكل الكور اللي جات له اتصرف فيها صح واستلم صح واخد بالك ماشي. كوكا ما يعني احنا عارفينه بس برضه هنقول مظلوم لان الفرقه ما كانتش كويسه. صلاح محسن انت دايما بتشيد بيه، شفته ازاي النهارده؟ لا هو صلاح محسن انا معاك هنا الحلقه اللي فاتت قلت ان هو ما ينضمش دلوقتي الا لما يقف على رجله 100% اذا كان ما بيلعبش في النادي الاهلي. يعني ما دي برضه من الكوارث ومن الاختيارات اللي هي فيها مجاملات ومن الحاجات اللي انت هو هيجامل على نفسه يعني. يابا اسمعني، هو على وحياه رب وغلاوتك عندي هي بتجي له كشف دول، هم دول اسمع اللي بقول لك عليه. مش عاجبك بقى الكلام انت براحتك، هتبقى تقول لي زي لا 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 انت براحتك بقى. انا بقول لك لان انا شفت الحاجات دي بعيني. طب احكي لي حاجه حصلت قدام عينك. ما عشان انت ممكن في ناس هتبطل بسبب الكلام ده بس هم ملوش ذنب. الكابتن سمير عدلي يجي المدرب واخد بالك بعد ما يتفرج زي ما هو اتفرج كده على كل الماتشات ويروح يأزأز لب ويصرف وياخد له بوكت ماني قد كده وعربيه تحت رجله ويتغدى هو والرجاله واخد بالك ويرجعوا تاني يقول لك ايه $25,000 في النهارده مثلا هم راحوا لغايه اسكندريه عشان بيتفرجوا على ماتش ايه والكلام ده. ما شاء الله $25,000 يعني ما ده رقم يعني اي لا لا هو بتساوى كده ماشي واخد بالك يعني هو فاهمني ويجي بعد ما يشوف كل الكلام ده انت مش روح وقعدت وتصورت والكاميرا جابتك وبتكلم فلان وبتكلم علان والكلام ده هم الناس دي. اقول لك على حاجه اكتر. كان في ماتش للزمالك وهو كان تم الاختيار واخد بالك بس هو كان هيلاعب تونس فراح ماتش الزمالك وهو خلاص اعلن القايمه من اسبوع وهو مختار. طب راح ليه؟ عشان اتفرج على مين؟ على اللعيب. انت مش هتضم حد بقى ما تقعد في البيت صح ولا غلط؟ طب راح ليه؟ عشان يراقب ساسي وكان يراقب النجاز لان هم اللي كانوا هيلعبوا تونس. طب ومال؟ لا ما اتفرج عليهم في البيت يا عمي، ما انت كده كده ال 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 طب ايهما افضل بالنسبه لك كمدير فني؟ تتفرج على الفرقه اللي انت هتلاعبها؟ لا مش على الفرقه، انت بتتفرج على اتنين لعيبه. ما هو اتنين لعيبه مهمين بالنسبه لك ماشي، ما هو انت تتفرج عليهم في التلفزيون. طب في التلفزيون احسن لك ولا في الملعب؟ انت انا بالنسبه لي التلفزيون، انا ما بشوفش في الملعب. يا كابتن رضا والله ما بشوف في الملعب. لما فيش مدرب لازم يقول لك انا يا جدع سيبك من الاونطه دي بقى، ما تسيبك من الكلام ده. على فرقه اتفرج عليها من اعلى نقطه يا جدع، وربنا يبقى قاعد يعزقز لب وفي دماغه هيخرج هو المدام بكره فين لا يعني بيبقى ايه بمرتب. انا النهارده جاي متقدر عشان الكاميرا هتجيبني وعشان اوري اتحاد الكوره ان انا اهو شغال وان انا بقول عايز اشوف الكلام ده، ولا بيشوف ولا بتاع والقايمه بتروح له ولا لسه بتروح له وبياخد اللعيبه اللي هم عايزينها. انا مش هعمل لك الحركه اللي بتضايقك بس اقول لك الكلام على مسؤوليتك.
يعني انت جايبني عشان خاطر اللي بتكلم على مسؤوليتي. اول ما بخش يا عم بنقول السلام عليكم للناس، الكلام بيبقى على مسؤوليتي. في وشوش اتحرقت في الماتشين دولت، لعيبه اتحرقت. لا او بمعنى اصح، او بمعنى اصح مش هيبقى ليها دور لان هي ما عرفتش تظهر نفسها في اللقاءين. ما غصب عنها، هي دي ملاعب اتلعب عليها عشان تحكم عليه. يعني انت راح واخدهم لي في النيجر وبعد كده نيجيريا، هم الملاعبين دولت ملاعبين كوره يتلعب عليهم يا ابراهيم؟ ما ماتش هنا مثلا في الاستاد ولا في الملاعب اللي انت هتلعب عليها كاس الامم ده وبعد كده تحكم. بس هو واضح ان الراجل ابيض زي الاثنين بتوع الزمالك والاهلي، التلات مدربين الاجانب. ابيض يعني ايه؟ يعني مفيش في دماغه حاجه. ما انا بقول لك اقل حاجه ابيض يعني طيب يعني. لا 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 ابيض يعني ما عندوش فكره، ما عندوش فكره. بص يا عم ابراهيم، هو انت لما تكون قاعد او واقف على الخط وشايف احمد فتوح اللي بيمسك اطول من السنه السوداء، يعني هو اطول ده معدل عرضه، اخلي فتوح ثلاث مرات تيجي عليه الكاميرا. انت شفت اصلا اول جون؟ شفته يا دوب فتوح يعني لسه بيبقى غصب عنه ده. وهو من بعيد ده احنا مش عايزين نحمل فتوح. انا هي عارف، هي احنا بنقول ايه بعد الكوره دي؟ احنا قلنا مثلا ايه هيشيلوا 4-5، بس لقيت ايه بقى؟ فرقه كلها كدابين. الحمد لله فرقه كدابين. ما بالك بقى لو لعيب الكوره بقى، لو هي فرقه نيجيريا اللي في دماغك ودماغي، يبقى انت رايح تجرب ايه؟ انا بقول لك الحمد لله انها خلصت. انت استفدت حاجه من التجربتين؟ هي الاستفاده ان انت عندك نظر دونجا ده لعيب مبشر بالخير، نبيل وايه علي نبيل ده وايه اللي اسمه علي غزال ده، ايه رايك فيه؟ لعيب كويس. ايه رايك فيه ايه؟ ايه رايك فيه ايه؟ ده وحياه ربنا احنا في معاناه، ورب الكعبه احنا في معاناه. لما ده يتاخد في بطوله الامم الافريقيه اللي جايه ويتكتب اسمه واحد زي دونجا ده ما يتاخدش. بس علي لعيب خلال الماتشات. يابا اسكت اسكت بقى يا عم ابراهيم. الماتشات الرسميه يابا اسكت بقى يا عم ابراهيم. هو محترف فين؟ تعرف محترف فين؟ في امريكا. طب هو لازم عشان محترف ان احنا نجيبه؟ ما ده في ده شقيان، ده اشتغل على نفسه كتير جدا. يابا ربنا يكرمه. كفاحه تحترم. احنا مش عايزينه. احنا مش ناقصين هم. احنا عايزين لعيبه الكوره بقى اللي هي ايه مفلفله. لعيبه الكوره اللي هي بتسعدك، لعيبه الكوره اللي هي بتلعب كوره بجد. اتفرجت على ماتش مصر وتونس؟ لا والله. لا والله. وبعدين ده كان جاي لك الرديف بتاع تونس. لا لا رديف ايه ما بقى. تقولش ما كان ده كان عندهم ماتش قبلها يوم الاربعاء، الترجي والمش عارف والصفاقس، ولا ده ودى لعيبته وده ودى لعيبته. رديف ايه ده؟ كان ماتش جامد قوي يا كابتن رضا. خلينا في احنا بتوع النهارده واول امبارح. ايوه معنى ليه بقول لك كده؟ لانه علي غزال ظهر بمستوى كويس مع جري من ساعه ما جيت ثلاث ماتشات لعبه. يا عم كبير عليه انه يلعب حتى في نادي مصر هنا، حتى كمان في طلائع الجيش. اسمع اللي بقول لك، هو في احنا بتوع دليفري، ياخد الكره من هنا يديها هنا، وياخد الكره من هنا يديها هنا. وبعدين بيقول لي مركزه ايه؟ مش بينافس على المدير الفني. يا جدع مدير الفني ايه؟ وحياه ربنا ده بدعه. وربنا مدير الفني اصلا اذا كان بقول لك احمد فتوح ماسك اطول واحد وهو ما امشي مثلا وقال له غير امسك يا محمود يا فتح الله، ولا امسك يا محمود يا علاء امسك الراجل، او مصطفى محمد يرجع يمسك الراجل. رايك ده مش كلام في الكوره ولا كلام في الهجس؟ ماشي ماشي وجهه نظرك. لا مش وجهه نظري. قدر الكوره اترفعت وجت على دماغ الراجل وحطها جون، مسؤوليه مين؟ اللي ماسكه. حرام عليك بقى ما تذبحوش. هو انا انت جايب واحد قد الكوبايه جنب واحد طول القائم بتاع العارضه ومعديه كمان؟ لا ما ينفعش. رايك في اداء النني النهارده؟ لا النني ولا طارق حامد. بص اتفرج على الميز باص ماشي بتاعهم، مع ان دولت مفروض ان هم خبره. هات لي يعني مثلا كل واحد مسك له مثلا 20 كوره 25 كوره اتقطعت منه 27 كوره وباصه واحده ولا اتنين صح، اللي هي باصاه بالعرض مش بالطول. شفت حد عمل سرور راح حد راح انفراد؟ تنصح اجيري انت عارف ليه؟ لان مفروض اللي قدام الاتنين دولت ما يبقاش النني هو اللي صانع العاب. طب تنصح اجيري بايه؟ يمشي. او ربنا احنا مش ناقصين هم. اقول لك على حاجه والله العظيم، والله العظيم الناس بتوع اتحاد الكوره دولت لو بعد كاس العالم عندهم شويه كان لازم يجوا يقدموا سؤالات ويمشوا. انما طبعا دماغه هيمشوا ليه؟ ما هو حد حاسبهم، حصل اللي حصل، حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ مين اللي بيشيل الهم؟ المشجعين والجمهور والناس. بس احنا ضغطنا انا ضغط عالي النهارده. اتضايقت الماتش ما كانش طبعا. هو انا شايف فرقه النيجيريا
ده هي فرقه بتشحت كوره وانت بتشحت اكتر منها. يعني ده الاثنين يقعدوا بقى على باب السيده والحسين في الكوره، يعني في الشحاته في الكوره. لا 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 والله. طب انا عايز اعرف بقى دولت بيتمرنوا ايه؟ يعني اجيري لما خدهم الاسبوع اللي فات دربهم على ايه؟ شفت جمله مثلا متفقين عليها؟ عايز اوحك بس مش لاقي بصراحه، ما شفتش. هتقوحني في الغلط. ما انا مش عارف، لان انت بص عشان بس عشان اقول لك، هو انا ما بقاوحش في الغلط، ما فيش، ما شفناش جمل فنيه. عشان صلاح مش موجود النهارده، كان كل اللعب على تريزيجيه. ايوه الطويل تيت تيت وطويله، بس مش له عذره في النهايه انه ما يروحش يلعب يابا. انا قال لك انا عايز اشوف الماتشين دولت، ما يروحش يلعب. ايه ماتش نايجر لازم يلعبه يا كابتن؟ ماشي ما انا قلت لك ياخد الناس اللي هو عايز يجربها ويرجع نلم ورقنا بعد الماتش ونيجي، مش ده ماتش رسمي؟ اه طيب انت هتلعبه، هتلعبه لان تحصيل حاصل. ماشي خلاص، خد الناس اللي هي بره الاهلي والزمالك وشوف براحتك، ولو حبيت تلعب الماتش ده تاني بتاع نيجيريا النهارده ده العب برضه بالناس اللي انت واخدها دي، عشان لما تيجي تمشي ابراهيم فايق نقول له ده كان عنده حق، ده لعب ماتشين وما اثبتش. مع العلم الجو وعدم النوم والسفر والاكل والملاعب والفكر بتاع المدرب يفرق كتير مع اللعيب. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني اولا هم طبعا لعيبه لسه منضمه حديثا، مش واخدين على ان يلعبوا في الجو ده. ماشي درجه الحراره ولا الاكل اللي هم هياكلوه ولا النومه، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت بتلعب كمان على الملاعب، شفت الملعب عامل ازاي؟ ده الكره بتمشي بتتنطط كان مثلا. بتحب تلعب انت على الملاعب دي خالص؟ ده انت المفروض يعني انا لما كنت مثلا اروح مثلا وهلعب ماتش زي ده، واخد بالك؟ فكنت ما يعني كل ما الكره تجي لي كنت عايز اقوم جايب ماسكها بايدي الاول واقفها عارف اللي بيمسك ارسل عشان ما الكره بتجي لك وهي جايه تقوم عامله كده عامله كده عامله كده، واخد بالك؟ فانت لازم تبقى مصحصح قوي، ما عشان ان انت بتحسب عليك الاستلام والسرو. ما انت دورك ان انت لازم توصل، وانت لو ما استلمتش كويس. اللي كان بيعمل مصاب في الماتشات اللي شبه كده ده انا كنت بلعب، ده هو كان كابتن جوهر الله يرحمه يحطني عشان يجي المعسكر اللي بعديه يقول لي ايه، لا بص بص في رجاله وفي لعيبه دوليه وفي لعيبه محليه والكلام. طب بقول لك، انت لعبت بطوله امم افريقيا يا كابتن رضا قبل كده؟ اه شاركت؟ اه سنه 94 والله. دكتور طه والكابتن فاروق عفو. دي البطوله الوحيده اللي شاركت فيها؟ اه. ما لعبتش تاني بطولات افريقيا؟ لا ما انا يعني انت كان 98 ما كنا بطلنا. كنت بطلت؟ يعني كنا في النهايه بتاعت التبطيل، ما كناش كنت موجود في النادي بس ما انتخبتش. قلقان على المنتخب بعد التجربه بتاعت النيجر؟ لا مش قلقان. مش قلقان؟ طب الحمد لله، اللهم لك الحمد. لا لا مش قلقان، لان انا قايل لك من زمان ان وده كنت بتراهن معاك يا راجل ده. انت كشيت انت وهاب جلال. ثانيه، انت بتقولي مش قلقان؟ مش قلقان، لان مش هنعمل حاجه خلاص. انا بص عليك بقى يا اخي. ايه؟ حرام عليك يا اخي، بلاش تصدير الاحباط ده للناس. هناخد كاس العالم يا رجال عشان ابراهيم الكيف. لا مش هناخد كاس العالم بس يا جدع. والله العظيم انت لو وصلت الدور الثمانيه هتوصل بمساعدات خارجيه بالتحكيم وبالجمهور وضغط الجمهور على الحكام. احنا ما بناخدش حاجه بالتحكيم. بعد كده بقى معاك استنى بس، ما بناخدش حاجه بالتحكيم، احنا ناخد بدراعنا. انا بقول لك دلوقتي سيبك من ايام الكابتن حسن شحاته، ده مش هيكرر تاني. ماشي. الا لما تجيب الراجل ده تاني. معلش بس احذف دي من المطبطه حتى لا يستغلها اي مغرض. في ايه يعني؟ احنا ما بنكسبش غير بمجهودنا وبتعبنا وبجمهورنا. لا انا بكلمك على الدوره دي. انت عشان تشتغل واخد بالك، هتشتغل بعوامل خارجيه عشان توصل لدور الثمانيه عشان البطوله ما تبص. انما كند الند انت اتفرجت اهو، العينه باينه، مفيش الا صلاح. اللي ناقصك صلاح. نجيب تاني الحضري؟ ايه رايك؟ انضمام عصام الحضري؟ لا طبعا. يا الناس دي هتلعب امتى بقى؟ مش احنا بنعمل احلال وتجديد وبنغير جلد؟ طب احنا كده غيرنا جلد؟ لا طبعا. ما هو انت دلوقتي هترجع تاني هتجيب احمد الشناوي مين احسن منه؟ محمد الشناوي من الاثنين اللي ظهروا. اسمعني بس، احمد ولا جنش؟ احمد الشناوي ولا جنش؟ جنش المفروض يقف على اي حد. هو مين دلوقتي احسن جون في مصر؟ بالارقام الاكثر ثباتا خلال الموسم ده في الدوري جنش. طيب يلعب ولا ما يلعبش؟ انا اقول لك على مفاجاه، ممكن ما يبقاش في الثلاث حراس بتوع افريقيا. صعب. طيب جاب احمد الشناوي ليه؟
عشان احمد الشناوي حارس جامد ممكن يكون غاب عنه التوفيق، عايز يرجعه تاني ويفوقه، ده اللي انا متاكد منه يعني. مش محمد الشناوي هيرجع تاني، والخناقه هتبقى بين عواد وهتبقى بين جنش، وفي الاخر هيجاملوا عواد مع ان المفروض ما يتجاملش، ده حق ربنا لازم يلعب عشان ان هو ما راحش معاهم كاس عالم، فهو لوحده عندهم لوحده. اه طب هي بتتقاس كده، امال بتتقاس ايه؟ هو كان عواد ما يروحش كاس عالم يا ابراهيم؟ لا ده كان احسن جون في مصر، كان ماشي كويس جدا، ده هو السبب من اسباب ان خلى الاسماعيلي السنه اللي فاتت الثاني بامان الله، ده كان بيلعب الفرق لوحده بامان الله، كان عامل دور جامد جدا الحقيقه. ينفع؟ ما احنا بنقول لك بقى الليسته لما بتتحط انسى، عشان تعرف ان مش هو اللي سايق. فاصل بتاعك جه، طلعنا فاصل يا ابو العيله. شد عيلك يا ابو العيله. اسمع بقى لعلك هتستفيد، شوف ردود افعال الناس ازاي. احنا الهاشتاج بتاعنا هو ايه؟ نمبر 1 رضا عبد الله. انا بامن عليك، بس احنا رجعنا، احنا دلوقتي هوا تمام عشان ايه؟ ما نسبات الموسيقى تمام بالك عشان لا محمود ياسر قال لك والله يا كابتن رضا بستنى الحلقه بتاعتك كل اسبوع وانت بتتكلم صح وبتقول الحقيقه، واجري اصلا ما عندوش فكره، وبترشح مين ياخد بطوله الامم؟ لا لسه ما نشوف المنتخبات بقى. ما احنا نشوف المستوى ونشوف المدربين وافكارهم واسلوبهم مع فرقهم، هنبدا نقول انهي احسن منتخب اللي ممكن ياخد البطوله. انما طيب. دلوقتي انت كله بيجرب. هبه ياسين بتقول لك والله الواحد خايف عليك من الصراحه الزايده دي، بس عاش. مش خايف انت الصراحه دي والله هبه يعني. ربنا فوق الكل. واللي بيسلم امر ربنا عمره ما يخاف من حد. وبشكرك يا هبه. سلام عليك يا مدرسه. امال ايه؟ مزاج رايق النهارده؟ اه طبعا، هو اللي يشوفك مزاجه ما يبقاش رايق. نبي التسكر يا حبيبي. اه والله، انا عايز اسالك سؤال. هي النضاره دي بإزاز ولا انت؟ لا بجد والله، بس انا شايف ان هي هي بإزاز. طب ما انا مش قايل لك الموضوع ده. بس لا انا دي انا، ولا انت غيرتها؟ ولا؟ طب ولابسها ليه يا ابراهيم؟ انا عامل عمليه بقالي 3 سنين. مش عارف اقلع النضاره. لا والله اقسم بالله. طب اقول لك على حاجه، شيلها وربنا. لا 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 لا، شكلي بص عارف احدى بنوتردام هو كده. لا لا وحياه ربنا، صلي بينا على النبي. اسمع بس ده والله العظيم ثلاثه ولا بعرف اطلع، بص ما بعرف. انت كده عامل زي الشيطان. اسمع الكلام، طب شيلها كده بس، شيلها دقيقه واحده بس. لا لا طب والنبي بس عشان خلاص. لا اله الا الله حاضر. يا لهو قمر. صلي صلي. يا عم بس ده بس ده تحرش على الهوا. لا يعني قمر اهو يعني ما شاء الله. الله يعزك يا كابتن رضا. بس لا انا مش عارف، لا مش عارف، مش عارف اتخلص من الموضوع ده. ده عقدة. ايه ده عقدة بقى. سبحان الله. شوف بقى يا سيدي، قال لك ياسين محمد انت برضو مش انا قايل لك برضو في حاجات كده فضحنا كده في كل حته، لازم تقعد تقول للناس سر. ده كان سر دلوقتي بقى. لا اصل انا شايف ان الضوء والضرب. انا مفكرها ان انت حطيت. بص هي البدايه ابتدت ازاي؟ ان انا اصلا كلها بتبقى بعدسات، فكل ما اطلع على الهوا المخرج يقول لي طب ده في ريفلي يعني في عاكس. فانت عينك مش باينه. طب اعمل ايه يا جماعه؟ غلبت بقى، جبت كل الازاز اللي في الدنيا اللي ممكن تجيبه. ويقول لك ده اصل مش عارف ده تايلاندي وده صيني وده حمصاني وده فرنساوي، وكله اصلا على رايك بتعمل في العتبه. فاخر ما زهقت خلاص بقى باشا بفك العدسه، عملت العمليه ديت وفكيت العدسات وعايش حياتي بقى لي 3 سنين كده بالظبط يعني. ودي كانت قصه حياتي. يعني واخد كابتن رضا. ياسين بيقول لك ايه؟ كابتن رضا عبد العال مركب في بقه مدفع رشاش ما بيرحمش. ماشي يا ياسين ماشي. بيدو بيقول لك كابتن رضا النهارده طارق حامد عمل كذا ثرو باص لاسلام جابر، وتريزيجيه بذل مجهود كبير ومعدلات جري عاليه، ما تختزلش مجهوده في جمله بيباصي للديفنس. انا قلت بيباصي للديفنس؟ انت قلت ميس باص كله بيتقطع سواء منه او من النني. وارجع للمباراه، يمكن انا كنت بتفرج على مباراه تانية. وبعدين يعني ما تركزوش مع لعيب بعينه، احنا دلوقتي بنقول مصر. طب انت رايك النهارده عمر جابر؟ ما يعني ما لا شفناه عمل كروس ولا شاط كوره على الجون ولا يعني. انت بص يا ابراهيم، لازم يبقى لكل لعيب في الملعب له بصمه اللي هو بيتميز بيها، اللي هو راح بيها منتخب مصر. هو انت الباك رايت او الباك ليفت ميزته ايه؟ يا يقطم من جوه عشان يعملها في البعيده، يا اما بيجري ويعمل كروس، صح؟ ايوه. شفت الكلام ده النهارده من الاثنين؟ لا. طيب يبقى الراجل ما اداهمش اي ماده، يبقى العيب مش عليهم هم، العيب على الراجل اللي واقف
والنهارده جاي اول ما الكاميرا جت عليه قام عامل ايه؟ وهو اصلا حارس المرمى بتاع نيجيريا ولا يشوط الكوره. طب انت بتصفر لمين؟ هو انت مربي حمام؟ بتلم الحمام عشان يجي لك؟ لا انا بكلمك بجد، كفايه بقى ضحك علينا. يعني الناس خلاص والله العظيم والله العظيم جمهور مصر بقى يفهم في الكوره. انت مركز في تفاصيل مش قوي يعني، ما ممكن الراجل كان بيصفر لهم يرجعوا ويقفوا على خط واحد، التصفيره دي ليها مغزى معين. ده الراجل اللي يشوط. طب ماشي، لو انا بعمل كده يبقى انا بص كده يا ابراهيم واقوم جاي مثلا موجه واعمل، اتفهمني؟ يبقى انت كده بتستنى الكوره اللي جايه. انت مش عاجبك اجيري اصلا من الاول، عشان نجيب من الاخر بقى يعني. احنا قلنا مفيش مدرب اجنبي السنه دي غير بتاع وادي دجله تكيس، وقلنا الكلام ده من ماشي. من البدايه لو الناس دي بتحب مصر والله العظيم احنا بنحب مصر وبنموت في ترابها وعايزين الصالح. وده هم كمان بيحبوا مصر برضو، بس مش عايزين نزايد على وطنية الناس. لا لا ما هم بيحبوا مصر يا بس بعد كاس العالم كانوا لازم يشوفونا احنا عايزين ايه، لازم يشوفونا احنا عايزين ايه. انت عارف لو هم يتلاموا على ان هم ما خططوش للكره المصريه، هم ما فيش حد بيخطط. مين اللي بيخطط؟ من يوم ما احنا لعبنا كوره وقبل ما نلعب كوره، ده احنا كنا ايام مثلا قبل ما نلعب كوره كان يقول لك الفريق الاصفر والاخضر يبقى فين التخطيط؟ هو الكابتن جوهري بس الوحيد عشان طلع بره ودرب شويه مع سانتانا فقدر يحفظ منه شويه حاجات من ضمنهم اللي هي المعسكرات. بس يا ريته كان خد من سانتانا بقى الكره الهجوميه. طبعا انت عارف سانتانا ولا ما تعرفوش؟ عارفه ولا ما تعرفوش؟ لا بجد والله لا ما اعرفوش والله. سانتانا ده مدرب البرازيل سنه 82 اللي عمل انقلاب زي جوارديولا كده في الكوره سنة 82 وقبل 82 كان بيلعب اي فرقه كان بيكسبها. وهتقول لي خسر كاس عالم ايه ده؟ كورتين عمك اسمه ايه ده اللي هو روسي بتاع ايطاليا نايم في ال 18 وقعد لوحده ويهوب يجيب الجون، وهو والتانيين ماسكين الكوره وعمالين والكوره مش عايزه تخش في العارضه وفوق العارضه والجون يطلع والباك يطلع من على الخط. ده احنا في البطوله دي يوم ما البرازيل خرجت كان ساعه اذان المغرب وربنا ما فطرنا انا واخواتي وكل مصر ما فطرتش. سنه 82 طبعا. رايك ايه في المنتخب الاولمبي بيقوده الكابتن شوقي غريب؟ عمل ماتشين وديين في اسبانيا، ماتش قدام امريكا وفاز 2-1، وماتش قدام هولندا وخسر النهارده. ده برضو من التخطيط بتاع اتحاد الكره العالمي. ايه بقى؟ واحد قاعد في البيت بقاله 3 سنين. عاجبني؟ مش عاجبك التخطيط؟ طبعا. ما هو هنا بقى كله المجاملات. مش كنت انت مع كابتن مجدي من قيمه يومين وقال لك ما فيش مجاملات؟ لا قال الى حد ما. ايه الى حد ما؟ انتوا زعلانين من بعض ليه؟ ده انا فوجئت بساله على الهواء. حبيبي حبيبي. لا والله؟ والله. طيب. هو اخويا الكبير وانا بحبه على المستوى الشخصي. طيب انت والله يا كابتن رضا والله. انا عمري ما بزعل من حد بس بقى ايه؟ طبعا كابتن مجدي بقى عايزين نصفي الاجواء يا كابتن مجدي، والله انتوا الاثنين من الشخصيات اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي يعني. يعني هو لما اتكلم الكابتن مجدي وقال لك ايه؟ في مجاملات. قال الى حد ما. طيب. هو الراجل محترم كابتن مجدي محترم وخلي بالك انت قلت كلمه في الحلقه دي عجبتني قوي ده الوحيد اللي نجح بدراعه ده حقيقي وهو مش هيقدر يتكلم الكلام دوت لان طبعا المفروض ان هو كان بيتحارب من ضمن المجموعه اللي هي كانت الدغ اللي كان عشان عارف الكواليس لا اصل هو نجح على حساب مين واحد في القايمه ايوه واخد بالك أيوه. فالوحيد اللي نجح بدراعه صح وعلى فكره الوحيد اللي يخدمك لو رحت اتحاد الكوره او اتصلت بيه ما بيقفلش تليفون عشان تكون في الصوره يعني واخد بالك التانيين بقى قبل دلوقتي بقى هتلاقي ايه الاستوديوهات التحليليه قبل الانتخابات مثلا وهم شالوا بند الثمان سنين ليه؟ عشان يقعدوا بقى يخططوا للكره المصريه براحتهم لا تجيلهم من فوق يا رب وتجيلهم لا تجيلهم من فوق كده ويمشوا لا احنا خلاص بقى تجيلهم من فوق ويمشوا ماشي ما ان شاء الله بامر ربنا كبير ما بيسيبش يعني لا يعني اقصد كده بالدعوه دي بالشكل ده دي تحمل وجهه ايوه عشان الكره المصريه تتعيد لا يعني انت مثلا حد باي حاجه لا ما احنا ولا في الصحه ولا في العافيه ولا في الاولاد لا احنا بنتكلم ان هم يمشوا واخد بالك ماشي احنا بنتكلم بنقول ايه ان الراجل بقاله 3 سنين قاعد اخر نادي دربه فين يا مش كان الانتاج الحربي من كابتن شوقي غريب قعد سنتين في البيت ولا 3 مين اللي جابه طب ما هو ده ما يديروش في حاجه لا يديره طبعا ليه لو مدرب محترم ما تقعدش على مدرب محترم انا لا لو مدرب مطلوب اصل انت فشلت في انت مدرب محترم طب ما انت قاعد ماشي قاعد بس انا بمزاجي طب ما هو قاعد بمزاجه لا يا حبيبي وربنا قاعد بمزاجه يا جدع ما حد طب ما تقول لي هو ده كان كان عنده عروض من ده منتخبات انا لا دي معلومه عارف والله العظيم ما راحش ليه هو ما كانش عايز الخطوه دي
ليه يعني؟ كان مستني خطوه ثانيه اللي هي جات له. لا اللي هي دي عشان عارف ان عشان هاني وليد هيجيبه بعد سنه ولا حاجه في اي حاجه، واخد بالك؟ فانا بقول لك ده برضو من التخطيط السيء اللي هو منتخب مصر، واللي كان جاي مكانه كان اشرف قاسم، وبعد كده عملوا تبديل، وبعد كده لما اشرف قاسم رفض جابوا مين؟ لا المنتخب بتاع كابتن اشرف قاسم لما رفضوا جه كابتن معتمد جمال. اسمعني انا بقى، انت قول اللي انت عايزه وانا اقول اللي انا عايزه. قول اللي انت عايزه، خلاص مش هقول حاجه. يطلع يصحح خلاص، قول اللي انت عايزه. وتبلغ اشرف قاسم ان انت هتمسك، لما عرف ان هو هيتفرض عليه ناس تشتغل معاه اشرف ما وافقش. ما كانش المنتخب ده. لا ده بعد كده هم عرضوا عليه المنتخب اللي تحت اللي كابتن ربيع ياسين مسكه. كده ماشي. واخد بالك؟ كده ماشي. ما هو كان الاول المنتخب الاولمبي. وبعد كده لما كده فقالوا له المنتخب ده، فهو قال لك ماشي. فلما جه عرضوا عليه ان ناس بقينا اللي تشتغل قال لك لا مش هشتغل. ماشي. فده برضه من التخطيط اللي هو يفيد الكره المصريه. اذا كنت انت فشلت في فرقه كانت هتهبط. تجيبوا المنتخب الاولمبي اللي هو امل مصر السنين اللي جايه. ده برضه تخطيط. اه طبعا ما ينفعش. ده هقول لك على حاجه. يا عم هات مدرب اجنبي عشان القيل والقال والكلام ده. هات اجيري ده يمسك تحت، وكنا جبنا مثلا راجل محترم اجنبي تاني زي اللي هو بتاع وادي دجله ده. التكيس ده عاجبك جدا طبعا. ما انت النهارده مثلا انت مش عارف تبص كوره حتى في الملعب ده، هو لو موجود هيخليك تعرف تبص كوره. طب هاتها صلاح، هاتها صوره سانتانا، وانت كنت تتكلم على سانتانا وصلاح هجيبها لك اهو. اه كان عبقري. هو بص كل مثلا ايه 20 سنه يجي لك مدرب سانتانا ومن بعده انت شايف جوارديولا. جوارديولا. طيب تيجي يلا ناخد شويه من ردود افعال الناس على الهاشتاج بتاعنا. ماشي. في عبده بيقول لك المحترم كابتن رضا عبد العال مهندس وسط الملعب. سعيد بيقول لك الكلام البسيط بتاعك والصريح ده يا كابتن رضا هو اللي محببنا فيك اقسم بالله. حبيبي يا سعد. ديجا بتقول لك او ديجا رضا عبد العال ده يا جماعه بيقتلني ضحك اقسم بالله، مش كده يا كابتن رضا حرام عليك. محمود احمد جابر هنخش في ماتش القمه دلوقتي حالا. هنخش في ماتش القمه دلوقتي حالا. يا كابتن رضا ده معاذ. يا كابتن رضا انا بقول لك والله العظيم لو تكيس ده جه درب منتخب مصر او الزمالك انت هتطلع تنتقد وتشتم فيه، والكلام ده حصل مع اهاب لما يغلط. بص هو دلوقتي هو في حد مغسل وضام من جنه يا ابراهيم؟ اه لا ما اكيد له اخطاء. فلما يخطئ هنقول ان هو مخطئ واخطا في كذا. وبعدين مع اهاب جلال انا في الاول ما فيش واحد في مصر كان بيساند ومقتنع باهاب جلال غير ما هو الراجل بيقول لك كده. بيقول لك ما انت قلبت على اهاب جلال. مش قلبت. بص انا عرفت امكانياتك بقى. انت لما كنت ماسك في المقصه ومسكت في انبي انت مدرب محترم وكنت احسن مدرب، وانا بقول الكلام ده. انما في فرق بقى لما تمسك اهلي وزمالك وتمسك انبي والمقصه. هنا بقى المفروض ان انت شغلك يبان اكتر. شايف ده سؤال ساله لك حسام علي بيقول لك شايف هدف النهارده غلطه مين؟ فتوح ولا جني؟ ولا الهوا. ولا الهوا. غلطه الولا الهوا ازاي يعني؟ بقى كره اتلعبت، الراجل مد رجليه عشان طويله خدها قبل فتوح، فتوح عايز يلم نفسه وقعت شاطت راحت في المقص. يبقى غلطة مين؟ ولا الهوى ولا غلطة حد، ده توفيق غير عادي يعني. انت شفت الراجل رجليه قد ايه؟ ده كان في نص الملعب. وفتوح خلاص هياخد الكورة اللي هي الراجل عمل كده لقينا فتوح بيتكفي والتاني بيحط وش رجله في البعيدة. يبقى غلطة يبقى مفيش تركيز وفي غلطة وفي غلطة من المدافعين وفي غلطة من فتوح. ولا أي حد يشيلها. انا ممكن اقول لك جنش ما يعرفش يجيبها لانها صعبه جدا جدا ومتشطه زي وفتوح. انت طب استنى، انت تتوقع ان هو يشوط من هنا؟ ما اتوقعش. بس انا لعيب ده انت لسه بتقول يا هادي ده الكوره بتيجي ازاي الكوره كمدافع يا حبيبي ماشي. ما الكوره يعني احنا قلنا مثلا في الوضع بتاع فتوح عشان بس ما تظلموش فتوح. لا انا مش بظلمه، بس انت اللي هيقعد يتفرج على البرنامج وشايفك وانت بيشوفك ناس ملايين يعني هيقول لك كابتن رضا بيحلل. هيقول لك كابتن رضا بيحلل اول مره نشوف جون بيجي من غير ولا غلطه. ما هو لازم في التحليل الفني يبقى في اسباب تؤدي الى الهدف دوت. ماشي ايه الاسباب؟ ما هو انا بقول لك اهو ممكن نقول غياب تركيز اللعيبه مش مركزه مع اول ثانيه. الراجل ضامن الكره اتلعبت طوليه فتوح ما كانش متمركز كويس ووقع. متمركز ايه؟ اذا كان هو بينه وبين السرد باك. طيب ما هو طب ما الراجل معديه. ما عداهوش. الراجل مد رجليه بقى هو في حته والتاني في حته. يعني جه ليه برضه الجون؟ طب انا عصر رجل الراجل.
نقصر رد الراجل بتاع مش لا 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 ما ولا الوضع التشريحي ان هو يشوطها من الناحيه دي وتروح في البص كده يا ابراهيم. انا اول مره اسمع في التحليل الفني اصل الكوره. طب هات واحد تاني يحلل هات واحد تاني يحلل لك الجون ده. فتروح لو هو مسكها او مش بحملها له هو يا كابتن يعني اقصد امال هتحملها لمين؟ اقصد انه لازم يبقى في غلطه وخلاص يعني لازم يبقى في الهلال جون بتيجي من غلطات بس دي حاجه اسمها ربانيه توفيقيه توفيق. الراجل بقى فتوح مستني كرة تجيله الراجل مد رجليه واستلم واول ما عدى نفسه حط وش رجله راحت في المقص. لا جنش ولا محمود علاء ولا اللي اسمه باير محمود ولا اي حد يشيلها. وده احنا لسه بنقول يا هادي احنا لسه ما ده احنا ده انا لسه بفتح التلفزيون لقيتك 1-0 ماتش تحس ان انت ايه مغلوب من قبل ما تلعب واخد بالك. وبعدين طيب. المشكله كمان ان المنتخب مش قد كده بتاع نيجيريا. خليني اقول لكم بس معلومه فيما يتعلق بعمر السولية انه عمرو احتمالات مشاركته في تدريبات النادي الاهلي ممكن يبقى النهارده ايه بنتكلم النهارده الثلاث على يوم على يوم الخميس ممكن يكون بيشارك في تدريبات النادي الاهلي عشان بس ايه انا بصحح لكم تباعا. انا كنت قلت انه في احتمالات في البدايه قد تبدو ضعيفه لمشاركته في لقاء القمه بناء على الاخبار اللي كانت جايه لنا من نيجيريا بفكره انه الراجل عنده رشح في الركبه. المستجدات انا بقولها لحضراتكم يا ريت زمايلنا في الاعداد يكتبوها لنا على الشاشه عشان تبقى موجوده انه عمرو السولية يعني بحسب تواصلنا مع الجهاز الطبي في منتخبنا الوطني وبحسب تصريحات رسميه للكابتن هاني رمزي قال لك ممكن ينزل التدريبات يوم الخميس عشان بس ابقى امين في نقل المعلومه ونقل مستجداتها. عمرو السولية وطارق حامد ومحمود علاء الثلاثه اصابات مختلفه في الماتشات دول في الماتشات دي. الاهلي والزمالك استفادوا ايه بقى؟ مصر احسن من الاهلي والزمالك على عيننا وعلى راسنا. بس انت رايح تجرب في الاساس رايح تجرب. سيب لعيبه الاهلي والزمالك لغايه ما عشان ما ترهقهمش اكتر كمان يا عم ابراهيم. ما انت دلوقتي راح تجرب عمار حمدي ونبيل دونجا وعندك علي غزال وعندك احمد ايمن منصور وعندك كريم حافظ وعندك عمر جابر وعندك كوكا وعندك مصطفى محمد. كل الناس دي مش هتلعب لقاء القمه. اديهم الماتشين يا عم وبعد كده. وبعدين اقول لك على حاجه كمان كنت بدل ما لعبت ماتش المقاولين يوم الحد يوم الاربع كنت لعبته الجمعه. وكان ارتاح لعبت الزمالك وما كانش يبقى فيه لا ارهاق اللي هم عمالين يقولوا لنا ارهاق وبتاع ولسه جايين وطبعا ده ارهاق. طيب خليني بقى اتكلم على ماتش القمه. من وجهه نظرك بتشوف اللقاء ده ازاي واستعداداته ازاي؟ لان عندي اسئله كتير جدا بعتينها ناس كتير جدا لحضرتك على الهاشتاج بتاعنا النمبر 1. لو في جمهور الماتش ده الجمهورين هينزلوا يضربوا المدربين بتوعهم. مش عاجبك جروس ولا لاسارتي؟ يا عم والله العظيم ارزاق والله العظيم ارزاق. انت عاجبك؟ انا بقى هنا بسال بس حضرتك. انت عارف المحل الفني بتاعنا لاسارتي حلو كده؟ راضي عني؟ راضي عني لاسارتي. انا عاجبني اللي الميزه ان هو ملجم سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف. يعني ملجمهم؟ ما كانوا الاول بيقفوا على الخط ويتكلموا ويقفوا من ورا ده ويتكلموا من ورا كارترون ومش عارف ايه واخد بالك. انما دلوقتي الاثنين قاعدين محدش بيقوم. حتى السيد حفيظ لما بيقوم بيبقى واقف ماسك العمود. هو مدير كوره بتلاحظ؟ لا معلش ده مدير لا خدش بالي من الملاحظه دي بصراحه عشان ما اكدبش. لا لا لاحظ هي دي اللي هو نجح فيها. واخد بالك. طب يعني انت مش عاجبك اداؤه الفنيا؟ هو معذور ان هو جاي والدنيا ملتهبه. ماشي اي بنط هيضيع من النادي الاهلي هو هيشيله. ورغم كده الراجل مش بس كويس بس هو برضه يعني انا قلت في مره تغييراته كويسه. وبعد كده برضه في ماتشات تغييراته زي الزفت. تغييراته ما عجبتنيش. يعني مثلا اخر ماتش دوت اللي هو قام جاي يطلع جاي بيطلعه ليه وانت اصلا. ممكن اسالك سؤال؟ مين المدير الفني اللي لما بيعمل تغييرات بيقنعك؟ لا بص اللي بيعمل على بص يا ابراهيم عشان تبقى فاهم انا ممكن يبقى ابراهيم فورمه قدامي طول الاسبوع وانا حاطه ورقه رابحه. ماشي ويوم الماتش ده حاله ابراهيم وحشه مش انا اللي اشيلها. ما انا لغايه اخر تمرينه شايفك كويس وعارف ان انت هتنزل هتفرق معايا على حسب التمرين وعلى حسب الكلام اللي انا قلته لك. انت نزلت كنت ضايع طب انا اشيلك ليه؟ حاسبه ده بقى لان المفروض انت اللي بينزل المفروض التغيير ده بينزل ليه؟ يا اما راجل مدافع عشان يحافظ لك على المكسب يا اما اللي نازل دوت يفرق لك في يقلب لك نتيجه المباراه. ماشي صح ولا غلط؟ مظبوط. مش ده فايده التغيير؟ مظبوط. يا اما حافظ على المكسب يا اما انا عايز اكسب. ايوه فاللاعب لما ينزل واخد بالك بس في هنا بقى مدربين بيحبوا يكرهوا
يعني مثلا زي مثلا اجاي الماتش اللي فات المفروض ما تغيروش زي مروان محسن، مع ان انت عارف طبعا رايي في مروان محسن، بس انت قناعتك بدلتها بدات. لا مش بدلتها، انا قلت ماشي كويس الفتره دي يبقى ما يطلعش. طب ما ده كويس، طب ما انت معناه ان انت بتتكلم عنه بشكل ايجابي. لما عايز تجرب كويس. عايز تجرب اقلب الطريقه. هو عيب ان انت تقول ان احنا غيرنا قناعاتنا في لعيب لا مش لما عيب. يكون كويس بتقول كويس، بالظبط، لما يكون وحش بتقول وحش، واخد بالك؟ فانا بقول لك ايه، انت بقى عشان اولا ما توقعش مروان محسن وعايز تدي لازارو، يبقى تلعب باتنين راسات حربه، تغير التكتيك بتاعك. يبقى انا بلعب باتنين راسات حربه، يبقى اعمل ايه؟ اشد بقى واحد من الاطراف من اللي هو ناحيه الرايت او ناحيه انت بتحب تلعب بطريقه لعب هجوميه يكون فيها على حسب بقى لو انا بسالك بشكل عام ولا انت على حسب الماتش وعلى حسب الخصم؟ على حسب طبعا الخصم. طيب شايف من وجهه نظرك كريستيان جروس يعتمد على مين في المباراه ديت؟ لانه من ضمن الاسئله الكتير تشكيله الزمالك ايه من وجهه نظرك؟ لا هو برضو على الحالة النفسية، هو دلوقتي اللي بيمرن يا إبراهيم وهو اللي شاف اللعيبة. بس انت عايز ايه من الماتش؟ لو لعب على التعادل هيخسر جروس، لو لعب على التعادل هيخسر. وانت تشعر بايه؟ انه يلعب على لازم يلعب على المكسب، لازم يلعب على المكسب عشان لو ما كسبتش ما خسرش. انت واخد بالك ليه؟ هيبقى برضو الفرق اللي هم الاتنين بونت اللي هم الفرق. لو الاهلي كسب يبقى فرق نقطة. ماليش دعوه بالاهلي، ولا انا بكلمك دلوقتي انت اللي هيلعب سواء هنا او هنا هيخاف من التاني وهينزل هيقول لك امن الاول. عارف اللي هي فتره جس النبض دي اللي ممكن تقعد تسيب حاجه اسمها جس نبض. ما هي عندنا في مصر جس النبض دي. انت عايز تكسب ماتشات زي دي لاعب اللعيبه الموهوبه عشان هي، بس طبعا للاسف دلوقتي ما بقاش في جماهير لان الترقيصه كانت بتخلي الجمهور يهيج، فبتدي ثقه للمدرب وللجمهور وللاعيب في الملعب واللي قاعد بره على الدكه واخد بالك، والمشاهد اللي هو بره قدام التلفزيون. هم اللعيبه كانت بتحب تلعب لك انت الكوره في الماتشات دي. ما هي انا بقول لك ترقيصه بتدي ثقه، فانت لما الجمهور يهيص لك في اول دقيقه ولا دقيقتين في شوطه في ترقيصه في باصه واخد بالك ايه اللي بيحصل؟ فالجمهور بيهيص فبيديك الثقه، فبتبدا بقى كله يرمي حته الخوف ده ويبدا يلعب. طيب تعالى نرجع تاني للهاشتاج بتاعنا. عمرو عبد الوهاب بيقول الصراحه حلوه مفيش كلام، ايما جوارديولا مصر عنده حق الاختيارات دي. وحاله اللعيبه كمان في اليوم ده ماشي، حاله اللعيبه اللي هي سواء اللي قاعدين في على الدكه او اللي في الملعب. طيب يوسف جاد، هناك صفحه منتشره على تويتر باسمك، هل هذه صفحتك ام ليس لك صفحه على تويتر؟ ولا لي اي صفحات على تويتر، معيش اللي هي الغلبانه اللي على الفيسبوك اللي انا بكتب عليها البوستات اللي هي انا طالع مع المكوك طالع مع الصاروخ، هي دي صفحتي. ماشي بعد كده وانا قلت الكلام ده معاك مليون مره، في صفحه طالعه اسمها طالع مع المكوك. لا ده عملت لي مشاكل الاسبوع اللي فات والله في السعوديه برضو واحد طلع وقام جاي مخبط في السعوديين وعلى ماتش الهلال والله العظيم الهلال وكان لا ما هو يبقى عشان بقى المشاكل والحاجات اللي شبه كده. الكابتن رضا عبد العال والله العظيم ثلاثة الراجل ما عنده اكونت على تويتر. ده واحد بيقول لي ان انت مشير حاجه انا قايلها، انا فقلت له اكيد من صفحه ابراهيم. ما هي مش صفحتك، ما انا برضه في صفح مضروبه كتير برضه صفحه شتمه فانت قمت جاي ايه واخدها ومشيرها على صفحتك ده انا فانا قلت له يا ابني مش ابراهيم، لان لو ابراهيم دلوقتي بيقوم جاي لما بيبقى في حاجه بيقوم جاي مكلمك. فقال لي لا والله العظيم ده مشير. قلت له يبقى مش ابراهيم، يبقى دي صفحه زي ما بتاعتي مضروبه ده مضروب. لما نفس القصه بس منهم لله الهي يجي لهم شلل في ايدهم وهم بيكتبوا عشان موقعين الدنيا ومبوظين الدنيا يا عم ابراهيم والله. احمد الشيخ بيقول لك مين في رايك يا كابتن نتيجه مباراه القمه هتكون كام؟ بص اللي هيهدف في الاول ايوه هو اللي هيكسب المباراه. وهو طبعا ملهاش مكاييس بس طبعا في الظروف دي طبعا هيدافع بقى وهيموت نفسه، لان طبعا سواء الزمالك او الاهلي اي حد هيجيب جون هتبقى وممكن تتغير النتيجه، هو يجيب جون ويخش فيه ثلاثه. مصطفى خليل بص بعت لك سؤال لطيف قوي، قال لك جروس ماشي لانه خلاص جاي سبوبه كده وهيمشي تاني، لكن لاسارتي مش عاجبك تغييراته وتكتيكه في ظل الضغوط وبيفهم الملعب وتكتيك اللعيبه ومحمد هاني وندفد والسوليه اتغيروا وكل جول الاهلي بقى ابداع وتكتيك، ده فكر؟ لا طبعا مش فكر. قول له البركه في اجاييه، وقلنا الكلام ده 100 مره، واجاييه هو السبب اللي هو خلى النادي الاهلي بينافس دلوقتي سواء في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري.
هتقول لي بقى سلامه سلايم كان بيلعب من اول الموسم والمحمد هاني وكل الرجاله دي. واحد بعت فيك راي مستفز شويه بس هو راي ما فيهوش شتيمه. لا قوله قوله. هقوله؟ نقد يعني عادي زي اللي بيجي لنا. يا عم عادي. محمد بيقول لك تقال انك بتسوق لنفسك يا كابتن رضا بعيدا عن احترامي لشخصك ولتحليلاتك المنطقيه. بسوق لنفسي ايه؟ بسوق لنفسي ولا يتكلم في الكوره؟ يعني يا محمد لما بكلمك في الكوره انت مقتنع يا محمد ولا مش مقتنع؟ مقتنع يا محمد ولا مش مقتنع؟ لو مش مقتنع حول القناه. لو مش مقتنع قوم من قدام القناه وامشي، انما قاعد كمان ومش عاجبك كمان التحليل. يعني لو ما كنتش انا تسمع مني. لا هو بيحبك فبينتقدك لكن هو عايز يتفرج عليك. ماشي اتفرج. انت عارف انت عارف المتلازمه دي متلازمه يعني هو بيحبك وكل حاجه بس مختلف معاك وعايز يتفرج عليك فبيقول لك عشان ليه؟ يعني وجهه نظره يعني. طب ماشي هسوق نفسي يعني عشان تمسك فرقه في ال... طب ما هو ده في ناس ابو رحمه ابويا ما بيعرفوش يباصوا ومسكوا الاهلي والزمالك وربنا في ناس كانت بتعدي تتصور قدام الاستاد بتاع الزمالك وبتاع النادي الاهلي ومسكوا الاهلي والزمالك. هتبقى انا بقى جت عليا انا يا عم محمد جت عليا يعني يا عم محمد ولا يعني بقى واحد بقى عمال يقول لك طب انت يا عم محمد وانت قاعد النهارده شفت موضوع احمد فتوح ده شفت موضوع الصفاره ولا بتتفرج؟ فاحنا لازم لما بنتفرج بنجيب لك الحاجات اللي هي اللي فيها الزبط زي ما بيقول. ماشي تعالى نرجع تاني بعدين لما نروح للهاشتاج بتاع نرجع لماتش التحكيم في الماتش ده هيبقى عامل ازاي ولو عندك انا عارف ان انت عايز كنت تتكلم على كابتن محمد الحنفي انت قلت لي من ضمن الحاجات الملفات اللي انت عايز تتكلم فيها التحكيم ازاي هتشوف في الماتش ده ارماتوف المفروض هو اللي هيكون بص هو احتمال الحكم الاجنبي ده بيريح بيريح ماشي بص لو حكم مصري وطلع زي محمد الحنفي السنه اللي فاتت لما حكم مباراه الاهلي والزمالك اللي الكابتن عصام عبد الفتاح طلع وعمل فيها عنتر ابن شداد وقال لك طول ما انا موجود مفيش حكام اجانب تاني والكلام ده للاهلي والزمالك والكلام ده جه السنه دي الموضوع اتغير تماما بقى الحكام الاجانب بتيجي لبيراميدز واخد بالك وانت فين بقى؟ لو انا منه اقدم استقاله وامشي لان قلت قرار وما طلعتش قده واخد بالك وقال لك كمان ده قال لك بما فيهم ماتشات الاهلي والزمالك وطبعا انت عارف التصريح ده فاكره انت من السنه اللي فاتت وكان عندي واخد بالك يعني بص يا عم ابراهيم فعشان كده انا ما قلتلكش انا ما سمعتوش فانا يعني. لو منه بقى كنت قدمت استقاله ومشيت لان انا قراري اتكسر واخد بالك لان انا الحكام ما ساعدتنيش انت عارف ان انا فوجئت انه ماتشات القمه ليها قرار ماتشات القمه تحديدا ما ده اللي الكابتن مجدي قاله بالظبط كده وزاري من سنه طبعا ده كابتن مجدي قالها لي في الحلقه اللي فاتت مهما غلط الحكم الاجنبي هو مش جاي لا يعرفك ولا يعرفني مش محمل باي رصيد قبل كده ما عندوش دوافع ان يكسب مين ولا ما يكسبش هو بيجي بيحكم اللي هو شايفه خلاص ويمشي ملوش دعوه بقى انت تكسب انت تاخد دوري انا يخسر دوري ما عندوش هم الحسابات دي فعشان كده بيبقى الطرفين مرتاحين ولازم في ماتشات الاهلي والزمالك لازم حكام اجانب انت عارف لو تحت 14 سنه لازم حكام اجانب عشان العصبيه بالظبط كده النبي لو الماتش ده بجمهور ده كانت المواضيع كانت هتبقى عامله ازاي بس برضو انت هتتقبل كلاعب كوره في الملعب انا بقول لك اللي انا كنت يعني مثلا مره وانا بلعب في الزمالك طرد هشام يكم بعد 10 دقائق ده حكم اجنبي حد يقدر يفتح بقه جه بعديها مثلا في كوره طارق خليل نفس الكوره بتاعت هشام يكم قام جاي طرده هو ما بيعملش مساواه او توازن لا هو بيشوف اللي هو من وجهه نظره لا دي حصل منه كذا في عندنا حكام بقى ممكن يقول لك ايه لو مثلا الاهلي بيلاعب الشرطه او الزمالك بيلاعب طلائع الجيش لو بتاع الطلائع عملها يطرد لو بتاع الزمالك عملها ممكن ياخد انذار او ممكن مثلا حكم يبوسه ويديله مكافاه بعد الماتش ايوه لان ده بتاع الزمالك انما هم الاجانب ما عندهمش الحته دي فانت بالنسبه لك الحكم الاجنبي هيبقى مريح طبعا وكان طبعا قرار خاطئ من الكابتن عصام عبد الفتاح وبدليل ان بقول لك السنه دي من اول الموسم من اول الموسم بيراميدز لما اتظلمت في كذا ماتش عملوا ايه؟ جابوا حكام اجانب مين ممكن يعوض غياب طارق حامد المحتمل؟ هو عنده شد في السمانه في احتمالات انه يلحق اللقاء واحتمالات انه ما يلحقش يعني انا ما اعتقد ان هو هيلاعب لو طارق حامد مش موجود هيلاعب محمود عبد العزيز وساسي واوباما قدامه هو بص الراجل بيحب 13 لعيب ما مش شايف غيرهم يعني برضو عشان انت كنت بتتكلم على محمد الحنفي محمد الحنفي انا من وجهه نظري انا من وجهه نظري محمد الحنفي ده
ضربتين الجزاء مش ضربتين جزاء. ماليش دعوه بقى باللي يقول باللي يعيد. ماشي وجهه نظر. قول ضربتين جزاء مش ضربتين جزاء. واخد بالك في ايه تاني؟ ضربه الجزاء اللي هي بتاعه حازم امام دي الكره كانت على الارض ورد الفعل انا بقول لك تحليلي ما يشوفهاش غير الايمن اللي هو على الجنب. لا محمد الحنفي يشوفها ولا الحكم الخامس يشوفها. مين اللي يشوفها ويفصل؟ اللي هو اللي على الجنب حكم مساعد بس اللي هو مع الراي. ايوه بس للاسف هو ملوش دور طالما الحكم الخامس واقف هو ملوش دور. أيوه. ما يقولش يحسب بس اللي هي التسللات والحاجات دي. انما ضربات الجزاء للحكم الخامس وطبعا الحكم الصفار. جمهور الزمالك كله والمستشار مرتضى منصور برضو عايز اقول لك ان هم سابوا اكبر خطا ومسكوا طبعا في الحكم. ايه اكبر خطا؟ جروس. انت عندك ان نادي الزمالك مستحوذ. الزمالك في الماتش ده ايوه كنت لسه هقول لك ايوه مستحوذ وشرس جدا هجوميا سلبي يا كابتن رضا ضيع فرص كتير قوي. انا ماسك كوره وتمام التمام جبت كام كوره في العارضه؟ لا هو ضيع فرص كتير بس انا مش فاكر فين. قول لي مفيش كوره في العارضه بس ضيع فرص كتير. اقول لك انا بقى الفرص الشوط الاولاني الكوره اللي قطعها كهربا وشاطها. انا فاكر الشوط جمله اسمعني بس خلينا بس واحده واحده اصل انت بتقول لي فرص كتير انا بقول لك الفرص كهربا قطع بمجهود فردي وقام جاي شاط الكوره مش جمله. كهربا قطع وقام جاي مرقص وراح انفراد وحطها وابو السعود صدها ورجع تاني كهربا محدش كلمه وقام جاي رامي نفسه. هي قطع الكوره دي مش بتبقى تعليمات من المدير الفني ولا اللعيبه بتلعب لوحدها؟ لا اجتهادي. اجتهادي؟ طبعا هو المدير الفني بيقول له اضغط على الراجل. الضغط العالي ده اجتهادي؟ الضغط في كل حته في الملعب ده اجتهادي يا كابتن؟ الزمالك ما بيضغطش. انت عارف الزمالك لو بيضغط يكسب اول ربع ساعة مثلا ستة سبعة اي فرقة لو بيضغط. انت واخد بالك؟ ادي الشوط الاولاني مجمله وطبعا الكرة بتاعت الونش. في حاجة تاني الشوط الاولاني؟ لا. في حاجة جت في العارضة؟ لا. ابو السعود طلع من المقص؟ ده طلع كور كتير. ده كلها العرضيات العادية اللي هي في محيط وانا في كده كان فرصة كان بكذا روح. ما في ما انا ده انا بكلمك على الشوط الاولاني لسه ما جتلكش الشوط الثاني اللي هي بكذا روح. أيوه. اللي هي بتاعت ساسي وبتاعت عمر السعيد والكلام ده. أيوه. انت هنتكلم كوره ولا هنجامل؟ لا نتكلم كوره. طيب الشوط الثاني بقى زيزو واحده اللي هي جت في الشبكه من بره صح؟ الكوره الثانيه بتاعت عمر السعيد اللي هو حازم رفعها وحطها ورجعت لساسي وحطها. واخد بالك؟ ايوه. في حاجه ثاني؟ فكرنا مش فاكر بس لا دولت اللي على الاجوان يعني الشوط الاولاني. هل يعقل ان تيم نادي الزمالك بالنجوم دي وباللعيبه دي طول الماتش ما تصوبش خلال الجون غير اربع كور في طول 90 دقيقه؟ دي حاجه. تاني حاجه بقى اللي هي انا شايف ان هي غلطه العمر اللي هي انت عندك الكابتن عماد النحاس غلط غلطه عمره. مين اللي كان بيوديه للجون؟ مين الراجل اللي هو ادوارد ده اللي هو الـ من منين من بنين ولا منين اللعيب السريع قوي ده اللي هو شعره اصفر ده الوحيد اللي هو كان شعره عامله مستارده زي اللي انت لابسه. تاخد علبه اجيب لك علبه ولا هنهرج ده ولا ايه؟ انت ماشي كويس. يا اشمعنى الكابتن علاء نبيل جت عليا انا وقفت يعني قلت له قلت له ايوه قلت له عايز ايه قال ايه ولا لا هوب 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 هوب. المهم فقام جاي شادد مين؟ الراجل اخطر لعيب عنده اللي هو بيروح على الجون على نادي الزمالك وكان ممكن لو طول شويه ممكن كان ادى انذار لعبد الله جمعه او اداله طرد على حسب ايه. فربنا نور بصيرته وقام جاي شادد مين؟ الراجل ده. يرد عليه جروس يطلع كهربا وبعديها بخمس دقايق يطلع زيزو. انتوا سايبين التغييرات دي يا سياده المستشار وجمهور الزمالك وجاي تمسك في الحكم؟ واخد بالك؟ مع ان انا زعلان من سياده المستشار عشان قال بهتيم ومش بهتيم والكلام ده وبهتيم دي بلدي على فكره وقال لك واحد ما هو قال لك من بهتيم على محمد الحنفي وبهتيم طبعا انت عارف ان هم بلدي واخد بالك؟ وبعدين قال لك واحد من بهتيم قال لي فالناس كلها فكرت إن انا اللي قلت لسياده المستشار ان محمد الحنفي كذا. انا عمري لا قلت ولا عمري كلمت المستشار ولا اول مره اشوفه. خلي بالك بقى واسلم عليه ويسلم عليا في ماتش السوبر اللي هو كان بتاع الهلال السعودي. ياه اقسم بجلاله الله واساله عمري ما قابلته. انا مصدقك ولا شفته
ولا هو شافني برغم ان مفيش مناسبه في نادي الزمالك الا ما بيبعت لي. بس انت بيبقى دايما عندك التزامات وحاجات بتروح؟ لا ما بروحش. ما بتروحش. وانا طبعا بشكره واخد بالك وبقول له من هنا ان انا بحبك جدا مش لمصلحه لا الذله ولا العله، بحبك جدا عشان انا شايف ان انت اقوى راجل في مصر بعد الرئيس السيسي. واخد بالك؟ ماشي. ده في الرياضه يعني. ماشي. ومحدش هيدافع عنك لا ابنك امير ولا ابنك احمد مرتضى. زي ما انا بدافع عنك عشان انا بحبك. ماشي. وبحب نادي الزمالك. واخد بالك؟ فانا الكلام اللي اقوله لك ده حطه في الحسبان. اللي هو ايه بقى؟ يعني النهارده مثلا سمعت مثلا موضوع السحر ده. ما تبررش للعيبه زي الماتش اللي فات يا سياده المستشار، انت كده بتديهم مخرج عشان لو خسروا يبقى السحر هو السبب. زي الماتش اللي فات طالعين مفيش واحد كان نجم المباراه وانت بتدي مكافاه فوز. ما ينفعش وانت داخل على ماتش الاهلي، يمكن ربنا عمل كده عشان اللعيبه تركز اكتر وتموت اكتر وتعرف كنت ممكن تكسب ماتش المقاولين وتخسر ماتش الاهلي، يبقى انت ما عملتش حاجه. واخد بالك؟ انما لما تيجي بعد ما العسره دي حصلت في ماتش المقاولين قول لهم ان انت في مكسب ماتش الاهلي هضعف لكم المكافاه. يبقى في الحاله دي منطقي مش تدي على ماتش المقاولين مكافاه وهي اللعيبه ما عملتش حاجه. بيحفزهم. لا احفزهم اقول ايه؟ ماتش الاهلي لو كسبته بدل ما تاخد مثلا اديك مثلا 300,000 جنيه لكل يعني خلي التحفيز على ماتش الاهلي. طبعا لان خلاص ماتش المقاولين راح. زي النهارده برضو لما طلع وقال على موضوع السحر. بعدين اقول لك على حاجه برضو يا سياده المستشار انا بحبك. فبرضو موضوع ان القعده مع اللعيبه كتير دي في الملعب ما ينفع، اقعد معاهم في المكتب زي ما انت عايز. بس بلاش الفيديوهات. ليه بقى؟ بلاش بتفك اللعيبه. انا بكلمك بمنتهى يعني انت مثلا انا اقول لك طبعا الكلام ده محدش هيقدر يقوله لسياده المستشار غير واحد يكون بيحبه. وبيحب نادي الزمالك. ماشي. واخد بالك؟ حد قال الكلام ده قبل كده؟ انا بقوله عشان ان انا بحب المكان اللي هو كان صاحب فضل على رضا عبد العال. انا اقسم بالله يعني ما بعرفش مين بيعمل ايه يعني عشان كله لا ما انا فانا بقول لك ما يجيش قبل ماتش المقاولين ويقف مع اللعيبه ويهرج معاهم والكلام ده. ده بيفك اللعيبه. ما تجيش بعد ماتش المقاولين وتقول ان في مكافاه فوز. ده بيدي للعيبه مخرج ان هو لما يخسر ماتش الاهلي انت جبت له السبب ان انت خسرت ليه. هو في حاجه اسمها سحر؟ انت مش مقتنع بموضوع السحر ده لا ده. السحر ده لما انا اعمل لك يبقى اخد منك القطر بتاعك واعمل لك ده موجود. انما هعمل ال 11 ازاي؟ طب ما كانت المغرب خدت كاس عالم. مش كلهم صحراء؟ مش المغرب مش كلهم صحراء. لا يعني في يعني في فئه قليله بيسحروا بالظبط. ده مره واحد من المغرب بيقول لك ده بيشيل حجر مش عارف قد الهرم وبيخفيه في ثانيه. ما هو برده ما يعني ما بيتقالش كده. بس ده مش في الكوره بقى. ايوه ما بيتقالش كده انه برده في افريقيا السمراء يعني كانوا خدوا كاس العالم نوع من انواع بالظبط كده نوع من انواع السحر الاسود والحاجات اللي شبه كده. هو ده تلاقي رجلي مش عارف ايه في المرمى والكلام ده. كل التقدير لاهلنا وناسنا في لا انا قصدي يعني كان بيتكلم على مجموعه وناس لا في الكوره جدا في الكوره ماشي في الكوره كنا المفروض مثلا الفرق دي كانت خدت كاس عالم. الكلام ده مش موجود ل 11 لعيب. انا زي ما بقول لك كده انا ممكن اعمل لابراهيم لما اخد قطر ابراهيم اسمها قطر هما بيقولوا عليه كده. ماشي. حاجه من ابراهيم. ماشي. بيبقى فيها ريحته فممكن اعمل له وقف الحال بان يسيب اي حاجه اي حاجه من الحاجات دي. بس انما ككوره 11 لعيب طب ما انت كان الاهلي بيروح افريقيا والزمالك بيروح افريقيا ويكسبوا هناك وهم عاملين وتطلع رجل مش عارف حمار وتطلع رجل قرد ودماغ قرد واخد مش ده كان بيحصل؟ لما انا ما اعرفش بقى ما كنتش لعيب كوره بقى انت اللي كنت لعيب لا عارف. كان بيحصل في ايام الثمانينات لما كانوا بيروحوا هناك واخد بالك؟ فاحنا بنقول ايه؟ ان ما تبررش للعيبه عشان ما يجيش هم يرموا الحمول ويقول لك ايه اصل الاهلي كسبنا بالسحر. مفيش الكلام ده. ده ماتش وماتش من غير جمهور ودي احسن حاجه هتتعمل. مع ان انا رافض طبعا ان ماتش الاهلي والزمالك وخصوصا ان احنا داخلين على بطوله قويه زي دي ان لازم يبقى في دي 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 اهم تجربه يا ابراهيم ان انت تعرف اذا كان هيبقى في اجمال جماهيري للبطوله الافريقيه ولا لا. طيب خلينا ناخد من الهاشتاج بتاعنا عملت لنا انت مشكله. بص هو في شاب جميل جدا انا بحبه على 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 فيسبوك من زمان اعرفه متابع له فيديوهاته مايكل ايوب
عارف مايكل؟ مايكل بيعمل فيديوهات جامده جدا للزمالك وانا بحبه جدا وبحب ابتكاره. عجبك انت بقى اخد بقى الفيديو عمل علينا بقى فيلم اهو. مبسوط انت كده؟ عمل ايه؟ قال لك بقى تحرش على الهوا. عجبك انت بقى كده؟ ده على اللي ولا بوسه بقى شفت انا قلت لك بقى يا عم كامل خلي الناس يا عم الناس اصلا بعد ماتش منتخب وربنا حسنانا. ماشي ماشي يا عم مايكل انت عارف ان انا بحبك يعني. خلونا نروح نشوف برضو ايه الناس بتقول ايه. لا يا كابتن يا ريت تعملوا لا ما بنعملش. كابتن رضا مش عاجبه ولا مدرب في مصر ولا حتى جوزيه مورينيو. هو المفروض ايه واحد لا جوزيه مورينيو حافظ يا راجل يا عم. هو جوزيه عمل اللي بيعمله جوارديولا ما هو فشل في كل الانديه ده بيجي له لبن العصفور. ده مدرب حافظ مش فاهم. على فكره كابتن رضا عبد العال معظم كلامه صح وسؤالي مين هيقود هجوم مصر في امم افريقيا. ده البائس اللي بعت لك السؤال ده اسمه البائس. والله العظيم انت مش بائس انت بتتكلم صح. مفروض مصطفى محمد. هو ايه اللي بيتكلم صح؟ ده بيسالك بيقول لك مين هيقود هجوم مصر. ما هو انت بتقول لي البائس بقول له بقول لك بيتكلم صح مين عشان هجوم؟ هو بائس يعني لا عشان بيقول لك مين يقود هجوم مصر. ماشي صلاح محسن ومصطفى محمد وعمر السعيد. عمر السعيد ده ما بيتاخدش ليه؟ يعني قول لي بقى سبب عمر السعيد ولا كوكا. من ضمن الناس اللي لازم تتجرب برضو. طبعا انا موافق واخد بالك. وبعدين يعني عايزين نرمي الانتماءات شويه. حاسس ان الموضوع له علاقه بالانتماء؟ طبعا طبعا. وده بيجي من فوق يعني من الاتحاد من فوق مش من تحت يعني. انت خليك برضو واقعي يا ابراهيم. انا معاك. صلاح محسن بقاله فتره طبعا احنا بنقول ده امل مصر. هو مصطفى محمد وعمر السعيد بقاله فتره ما بيلعبش. بانهي وضع يروح وهو لسه مصاب؟ على فكره خرج النهارده مصاب. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ في الاخر كده كان بيجري زي ما يكون في زكه في رجله او واخد بالك يا عم. ايامه جايه بس لما يبقى واقف على رجله خده ما بنقولكش لا. وانا بقول لك من دلوقتي ان كل مفروض مدربين مصر اهلي وزمالك ان عمر السعيد لازم يلعب. احنا ما بنجهزش بطيب لمنتخب المغرب وما بنجهزش ازارو لمنتخب المغرب. الاثنين دولت لازم يلعبوا لان دولت امل مصر. لان احنا بعد كده مش هنلاقي حد نتعكز عليه في الحته اللي قدام. انت عرفت موضوع القطر ده منين صحيح؟ انت حد عمل لك سحر سحر لك قبل كده؟ لو النبي؟ والله. مين؟ بس يعني انت عارف في العيله بقى عشان هتتجوز من العيله فلا ما تتجوزش لازم ياخد بنتنا. وانا عندي كان اخوالي وعمامي كتير وعندهم بنات فكل واحده بقى من امهاتها عايزه. انا حكيته قبل كده كتير والله العظيم. والله يعني وكنت بنزل ملعب ما بشوفش واشوف الفرقتين لابسين ابيض. كنت في الزمالك ساعتها والله. والكابتن فاروق جعفر كان دايما يسال الكابتن عصام مرعي كان يقول له صاحبك ماله؟ شوف الفرقتين لابسين ابيض. لا وانا نازل الملعب عادي الفرقه اللي عادي شايف سواء احمر ازرق اخضر واخد بعد كده اول ما الحكم يصفر وانزل وربنا بشوف الفرقتين. بس ده كان معمول لي انا بوقف الحال. وقف حالك بقى انت بشكل عام فانت ملوش عادي. ما انا بقول لك بقى فعشان كده ان انت اكل عيشك كمان بتتضر فيه اهو. ده فرضاني. انما الفرقه ملهاش دعوه يعني ال11 بيلعبوا يعني. انت مثلا كان عصام مرعي واحنا مروحين كان بيروح معايا يقول طبعا هو كان ايه محترم قوي ومؤدب قوي فكان طبعا بيبقى حساس قوي في الحته دي. فانا خارج مفكر ان انا عامل ماتش كبير وهو طبعا الجمهور بيشتم وكل ده مش سامعه. وكابتن فاروق يقول له ماله شوف ماله والكلام ده لغايه ما الكابتن سمير السيد قال له على فكره رضا شكله حد عامل له حاجه. كابتن سمير السيد الله يرحمه اكتر واحد كان عنده درايه بقى من الحاجات دي. لا اصل ديت ما اتكررتش في يعني مثلا عايز اقول لك بص على ده الهاشتاج بتاعنا نمبر 1 رضا عبد العال رقم 2 على مصر على تويتر. لا والله حجم التفاعل حقيقي. خلينا نشكر كل الناس اللي بتتفاعل معانا خلال الحلقه. حجم التفاعل كبير جدا جدا لدرجه انه احنا ترند على تويتر رقم 2 على مصر. يلا نرجع طبعا بنشكرهم شكرا جزيلا يعني. واخد بالك فالكابتن سمير السيد الله يرحمه كلم واحد وقال له في عندي لعيب كذا كذا وخد منه ميعاد وخد مني ميعاد. لا جالنا النادي وقعدنا في الاداره فوق وقعد يقرا عليا قران وحاجات زي كده. طبعا انا مش عارف حاجه ولا من بعد الواقعه دي يا ابراهيم فكلك بدات احس تاني ان انا كنت مثلا في غيبوبه ان انا ما كنتش مركز ان انا مش دريان بالفتره اللي فاتت دي ايه. فعصام مرعي بقى اساله يعني ما راجل كان موجود
كان بيقول لي انت كنت بتنزل بتدي للكره الفرقه الثانيه. ليه انا بقول لك الفرقتين بيت فرقص رقص رقص واعملها كده على حسب ان مثلا ده معايا ابص تلاقيه مثلا الفرقه الثانيه ده عصام اللي قال لي مش انا. خد بالك وبعد كده الحمد لله الحمد لله بس دي ليا انا فاهم مش للفرقه يعني واخد بالك. الا بقى لو الفرقه كلها اتعمل لها بوقف الحال كل واحد لوحده مقطر يعني تخيل الموضوع يبقى صعب. بقى انت وكل واحد كان هيتجوز بنت خالته ولا بنت خاله ولا كابتن رضا حلقتنا خلصت بس انا بستمتع بيك كالعاده. انا بشكرك كابتن رضا ان انت انا الحلقه بتاعتك دايما بحبها والله العظيم. والله العظيم انا اللي بحبك وبحترمك وانت اضافه للاعلام. الاعلام المضيف حبيبي. الاعلام المحترم الاعلام الهادف وعايز اقول لو الاعلام بتاعنا كله كده ربنا يخليك يا حياه ربنا الكره هتتقدم. حبيبي يا كابتن رضا حبيبي واخويا الكبير وربنا يخليك لي يا رب ما حدنيش منك. ربنا يبارك لك وبشكرك ان شاء الله. نمشي بقى يكون ان شاء الله بقينا واحد. نبقى واحد ان شاء الله على الله. اسم البرنامج ان شاء الله. حبيبي يا كابتن رضا. بعدين احمد درويش في ايه صحيح رامي نفسه ما انت معروف يا عم احمد. شفت رامي نفسه في التقرير ايه يا عم احمد في ايه يا عم احمد لو ما طلعش يتحرق. تحس كده احمد درويش لو ما طلعش تحس كده عارف كان في واحد بتاع زمان اسمه حسن فهمي كان ده يجي ورا اللعيبه كده يا احمد درويش خد لك حته بقى يا ابو حميد حلوه دي. حلوه دي بيها دي على طرف المعلقه زي ما بيتقال بالظبط كده. وانت هتعدي كده بالسهل مننا ولا ايه؟ ليه لازم اخد واحده كده برضه بالظبط. حلقتنا خلصت بشكركم شكرا جزيلا بشكر في عمل الكامل بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده في نفس هنيجي بعد الماتش ولا اقول لي من دلوقتي عشان اروح في حته عشان ما اقفل تليفوناتي هوب 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 بقى هوب لا نيجي هقول لك بعد الاول ما ايه انا ماليش دعوه طب هوب بس راح فين انت الكلام ده بعد الاول مش كده. اشوفكم بكره ان شاء الله سلام.